الرحمن الرحيم. الأربعاء 29 نوفمبر 2017، صباح الخير على حضراتكم، أهلا بكم في حلقة جديدة ويوم جديد، 9 صباحا بتوقيت القاهرة. اسمحوا لنا بس في البداية قبل أي حاجة نعتذر كل الاعتذار. امبارح كنا في حلقتنا مع حضراتكم في صباح دريم على الهواء مباشرة، وبعد ما انتهينا من الجزء الأول من الحلقة المتعلق بالأخبار كنا بنقدم تقرير وحدث عطل فني أو هندسي للأسف الشديد، انقطع البث المباشر وربما الموضوع يعني استغرق بضع ساعات حتى عاد البث المباشر مرة أخرى، فبنعتذر كل الاعتذار، حاجة خارجة عن إرادتنا. احنا فضلنا لاخر لحظه يمكن لغايه 12 قاعدين قلنا يمكن لعل وعسى تتحل المشكله، فبعتذر جدا طبعا لحضراتكم على وقتكم الثمين اذا كنتوا انتظرتونا في يعني حتى يعود اللقاء. وبخصوص الفقره اللي كنا امبارح ان شاء الله هنقدمها، وانا بشكر جدا الحقيقه ضيفي الكريمين رؤساء مدن سادس من أكتوبر والشيخ زايد لتفهمهم، يعني الناس كتر خيرهم صحيوا من بدري ولغوا ارتباطات عندهم وجم لغاية عندنا هنا وكانوا في الاستراحة قاعدين في انتظار فقرتهم وحدث العطل ده، لكن الصراحة هم شافوا كل حاجة قدامهم، فبشكرهم جدا. وإن شاء الله بإذن الله على وعد لو لينا عمر إن شاء الله الثلاثاء القادم الحديث عن 6 أكتوبر والشيخ زايد إن شاء الله بإذن الله. الفقرة اللي كنا هنقدمها بالأمس هتكون معنا الثلاثاء القادم إن شاء الله نفس الفقرة ونفس الضيفين الكريمين، ونفتح الاتصالات على الهواء. النهارده بس هنقول عندنا ايه، عندنا النهارده موضوع مهم جدا، الحماية الاجتماعية، مصطلح حتى وإن يبدو جديد وإن يبدو بعض الشيء جديد علينا في مصر لكنه أصبح مهم جدا. والحماية الاجتماعية أنا طول الوقت بشوف إن هي عاملة زي المظلة زي الشمسية كده، حاجة كبيرة قوي وبتندرج تحتها حاجات كتيرة جدا، المعاشات، تكافل وكرامة، التأمينات، ربما العلاج، ربما توفير السكن، السكن الكريم، حاجات وبرامج كتيرة جدا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم، هيكون ضيفنا الكريم اللي هينورنا في فقرتنا الرئيسية الأستاذ حسين الباز وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي. عايز أركز مع أستاذ حسين على أمور كثيرة جدا كلها متعلقة بوجع المشاهد ووجع المواطن. احنا بنتكلم على تكافل وكرامة، وصلنا ليه في قد ايه النهاردة، وصلنا وقدرنا نوصل لقد الريتش بتاعنا، وصلنا لكام مواطن النهاردة، والهدف او المستهدف ان احنا نوصل لكام. عايز اتكلم عن مبادرة سكن كريم، وهي مش حاجة جديدة لكن سكن كريم يمكن بتأخذ شكل جديد مع كل حاجة لها، وبالتالي عندما نتحدث عن قرية وهي قرية الروضة التي وقع بها الحادث الإرهابي الكبير يوم الجمعة الماضي، نتحدث عن قرية ربما 50-60-70-80% من سكانها يعني سقطوا شهداء بإذن الله في هذه المجزرة، إذن الجزء المتبقي ربما كتير منهم من النساء والفتيات والأطفال، الناس دي محتاجين رعاية قصوى على وجه السرعة، ما ينفعش فيها تأجيل ولا أسبوع ولا أصل اللجنة هتنبثق وبعدين اللجنة هتعقد، ما فيش الكلام ده. الحكومة عملت إيه؟ وزارة التضامن الاجتماعي يعني المنوطة بالتدخل السريع والفوري للإغاثة في هذه الأمور هتعمل إيه ودورها إيه؟ كل ده هنتكلم فيه إن شاء الله. هنتكلم عن مبادرة سكن كريم، تكافل وكرامة، وهناخد اتصالات حضراتكم إن شاء الله على الهواء مباشرة مع وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي. الوزارة دي فيها ناس، أنا عايز أقول على حاجة بس، يمكن أول مرة النهاردة هلتقي بأستاذ حسين الباز، التقيت قبل كده طبعا مرارا وتكرارا بناس أفاضل في الوزارة في التضامن الاجتماعي، لكن الوزارة دي بحق ربنا يعني في كده بعض الناس فيها لما تتكلم معاهم تحس إن هم موجوعين قوي على فكرة، وفارق معاهم قوي هم الناس، وجع الناس، وفارق معاهم قوي ان هم ينجزوا بسرعه في شغلهم عشان المساعدات والبرامج اللي بيعملوها تحت اسم الحمايه الاجتماعيه توصل لاكبر عدد ممكن من المواطنين المصريين. يا رب ان شاء الله باذن الله ربنا يعين الناس كلها. النهارده ان شاء الله هنفتح الملف ده ونستقبل كل اتصالات حضراتكم. لكن شاذيه ماتت. شاذيه الجميله الدلوعه اللي الكلام فيها صعب جدا. شاذيه القطه الجميلة، شاذية النقاء، شاذية البهجة. وعايز اقول لحضراتكم على حاجة، انه امبارح كنا واحنا بالليل بنتكلم انا وزمايلي كده وبنشتغل على يعني المعلومات وبنشتغل على التقرير اللي هنقدمه حالا لحضراتكم دلوقتي عن جميلة الجميلات شاذية، قطة ودلوعة السينما المصرية والعربية. بنقول انه التقرير اللي هنقدمه مش عايزينه يكون فيه لمحة حزن، لانه شاذية طول عمرها كانت مبهجة. وجه شاذية لوحده كان كفيل انه يخليك تبتسم وتحس انك سعيد، تحس انك مبسوط وفرحان،
صوتها كان بياخدك لعالم تاني، احساسها كان بياخدك لعالم تاني. شاديه من اول ما ظهرت لما كانت في قمه وشها وتعبير وشها في قمه البراءه وفي قمه الوداعه، هي احساس شاديه، وان كان طبعا فيما بعد نضج اكتر وتبلور اكتر وغيره، لما كانت اللقطات اللي شفناها مع بعض في لا تسالني من انا مثلا، وهي كانت يعني خلاص تقدمت في العمر وكانت ام لشاديه لام الهام شاهين وام اليسرى في لا تسالني من انا، وابكتنا في الفيلم ده، ابكتنا في الفيلم ده. شاديه المراه المجهوله، شاديه كل الاعمال الجميله، شاديه المطرب او المطربه لما تطلع على المسرح وتهز خشبة المسرح كما يجب وكما ينبغي، شادية لما تطلع وتغني الأغنية الوطنية اللي تفضل لغاية النهاردة عايشة معانا، احنا لغاية دلوقتي في الأغاني في المناسبات الوطنية بنغني يا حبيبتي يا مصر. شادية اللي لما فكرت انها بعد بقى سنين طويلة جدا من العمل ومن العطاء ومن الجمال ومن الحب ومن الشهرة ومن الأضواء، لما فكرت انها تعتزل ده وتعتزل الحياة الدنيا بمعنى أصح، والأضواء والفن والمصورين والمعجبين والكاميرات والأضواء والسينما وكل الكلام ده، وفكرت إنها تختار الطريق اللي فيه قرب لربنا سبحانه وتعالى، وإن كان مش قصدي إنه الطريقين عكس بعض، ما بقصدش ده، أنا قصدي أقول فكرت في اتجاه آخر، في طريق آخر، أن تسلك طريق الله، إن وقتها يبقى كله لربنا سبحانه وتعالى ومع ربنا سبحانه وتعالى. لما عملت ده شادية، لما عملت ده ما تجردش بده ولا عملت ده بشو. شادية لما فكرت في ده، وهي الحقيقة كانت بعد الاعتزال، يمكن شادية ربنا سبحانه وتعالى ما أنعمش عليها بنعمة إن هي تكون أم، ما خلفتش، مع إنها اتجوزت أعتقد ثلاث زيجات، أعتقد اتجوزت مهندس في الأول واتجوزت فيما بعد الفنان عماد حمدي، أعتقد كان بيكبرها بعشرين سنة، واتجوزت بعدها صلاح ذو الفقار الفنان الكبير، وشكلوا مع بعض واحد من أحلى الدوتوهات اللي في السينما، يعني دوتو يعني ما تكررش وصعب يتكرر تاني، لكن يعني لم يهبها الله سبحانه وتعالى نعمة الأمومة والأولاد. لكن عملت إيه بقى؟ لما أخدت الطريق التاني ده بعد الاعتزال وبعد الحجاب وبعد البعد عن الأضواء، قربت أكتر للعمل العام عن طريق رعاية الأيتام. شادية امبارح أنا قعدت سمعت فنانين مصر كلهم بيتكلموا عليها في كل القنوات، قعدت كده أعلي الصوت قلت أنا عايز أسمع شادية بقى الإنسانة، الحاجات بقى اللي إحنا مش عارفينها، الفنانين الفنانة عارفين وأعمالها وعدد أعمالها السينمائية وإن هي مثلت في المسرح رايا وسكينة وكل ده، وهنقوله كمان دلوقتي طبعا لأن جمهورها ولأن قيمتها تستحق يعني أن يقال على الأقل كده أبرز ما عملت، بس أنا قلت أنا عايز أقعد أسمع شادية بقى الإنسانة. ما فيش حد من اللي كانوا قريبين منها قوي في حياتها الشخصية قبل وبعد الاعتزال ما قالش إنه ما فعلته ولا نزكي أي عمل خير على الله سبحانه وتعالى، ما فعلته من خير في حياتها في السنوات الأخيرة بعد اعتزالها والأيتام ورعاية الأيتام وأعمال الخير، إلا إنه هي عملت ده ابتغاء لمرضات الله سبحانه وتعالى وابتغاء للقرب من الله سبحانه وتعالى، ولا عملته ببروباجندا ولا كانت تتصل بالمصورين الصحفيين وتقول لهم انا رايحه دار الايتام الفلانيه اللي في المكان الفلاني سبقوني على هناك وانا جايه بقى عشان الصور والبتاع، خالص خالص نهائي. كانت عايشه حياتها لربنا سبحانه وتعالى، كانت عايشه حياتها للايتام لمساعده المحتاجين، ومفيش حد امبارح ما قالش ان اللي كانت كمان بتعمله وممكن حتى ما تعرفش او قريبين قوي منها من حياتها الشخصيه بقى اللي كانوا عندها في البيت مثلا هم اللي يعرفوه اكتر كمان بكتير من اللي احنا من ان احنا عرفنا ان هي كرست حياتها بعد ما اعتزلت لرعايه الاطفال الايتام. دي شاديه، شاديه الفنانه بدات مسيرتها في 1947 لغايه 84، قدمت من خلالها عدد كبير جدا من الافلام والمسلسلات والمسرحيات والاعمال الاذاعيه. انطلقت شاديه على ايد المخرج احمد بدرخان اللي كان بيدور على وجوه جديده، فقدمت وأدت وغنت ونالت إعجاب كل اللي كان في استوديو مصر. كان التست ده أو الاختبار ده كان في استوديو مصر، ما فيش حد قاعد ما سقفش وقال برافو دي هتبقى نجمة. لكن المشروع ده توقف فيما بعد ما اكتملش، بس في الوقت ده قامت بدور صغير كده في فيلم أزهار وأشواك، وبعد كده رشحها أحمد بدرخان، كان فاكرها بقى من التست، فاكر إنه في هنا مشروع موهبة، في هنا مشروع نجمة، رشحها لحلمي رفلة
عشان تقوم بدور البطوله قدام محمد فوزي في اول فيلم من انتاجه واول فيلم من بطولتها هي. كان اول فيلم من اخراج حلمي رافله العقل في اجازه. الفيلم ده حقق نجاح كبير جدا وكسر الدنيا ودخل محمد فوزي يستعين بيها بعد كده في عده افلام زي الروح والجسد والزوجه السابعه وصاحبه الملاليم وبنات حواء وغيره. جت اعتزلت شاديه الفن زي ما قلنا والاضواء لما كملت عامها الخمسين. والحقيقه ان هي كان ليها مقوله كلمه جميله قوي لما اعتزلت لما قررت تعتزل وارتدائها الحجاب وبررت ده كانت الكلمات دي يمكن صادقه جدا ونابعه من قلبها قوي عشان كده وصلت للناس قوي. قالت بعد ما قررت انها تعتزل خلاص كان عندها 50 سنه قالت لانني في عز مجدي افكر في الاعتزال لا اريد ان انتظر حتى تهجرني الاضواء بعد ان تنحسر عني رويدا رويدا. لا احب ان اقوم بدور الامهات العجائز في الافلام في المستقبل بعد ان تعود الناس ان يروني في دور البطله الشابه. لا احب ان يرى الناس التجاعيد في وجهي ويقارنون بين صوره الشابه اللي عرفوها والعجوز التي سوف يشاهدونها. اريد ان يظل الناس محتفظين باجمل صوره لي عندهم ولهذا فلن انتظر حتى تعتزلني الاضواء وانما ساهجرها في الوقت المناسب قبل ان تهتز صورتي في خيال الناس. دي شاديه البراءة والجمال والعفوية، بس العفوية اللي بعقل مش العفوية يعني اللي بتطلع تقول أي كلام. الطيبة طيبة القلب، نقاء النفس والروح، الجمال. الله يرحمها يا رب ويحسن إليها. شادية الجميلة دلوعة وقطة وجميلة السينما والفن المصري والعربي في ذمة الله. الصبح واتجوز بعد الظهر شوق حبيبي ولا الليلة ما عدنا هنا ما تتصورش قد ايه انا سعيدة كأني انا اللي رفضت الصورة دي. المعنى الالوان يا بنتي يا ضياء عيني بقيت يتيمة بوجودي كتبتهم برموش العين وبعدهم في اليوم نوبتين. اعتزلت الأضواء قبل أن تعتزلها وكرست حياتها الأخيرة في خدمة الأيتام والعمل الخيري بعد رحلة فنية حافلة امتدت لأكثر من 60 عاما قبل أن يزدل الموت الستار على حياة معبودة الجماهير عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراعها المرض في آخر حياتها إلى أن هزمها في نهاية المطاف وهي ترقد بمستشفى الجلاء العسكري للعلاج. إنها دلوعة السينما. ولدت شادية في عام 1934، بدأت رحلتها الفنية في عمر 16 عاما، وخلال مسيرتها الفنية التي انتهت باعتزالها في عام 1984، شاركت في أكثر من 110 فيلم، وقدمت بصوتها مئات الأغنيات، ومثلت في عدد من المسلسلات الإذاعية ومسرحية واحدة. فرحيني يا أختي، فرحيني في إيه؟ في إيه؟ قولي لي. مش عارفة الولية دي جوزها بيشتغل فين؟ في المديرية. فاطمة كمال شاكر هو الاسم الحقيقي لشادية، وكان والدها مهندسا مصريا بينما كانت والدتها من أصول تركية. تمكنت شادية منذ بدايتها الفنية من حجز مكانة متميزة بين قريناتها من نجمات السينما المصرية خلال مشوارها الذي زاد على 4 عقود. شكلت خلالها ثنائيات شهيرة مع فنانين كبار مثل كمال الشناوي وفريد الأطرش وصلاح ذو الفقار. لا أنا عايز أقول لك حاجة يمكن تخليك تتضايق مني. مفيش حاجة تضايقني منك أبدا إلا حاجة واحدة، انك تكوني مخطوبة او تحبي واحد تاني. ابدا انا ولا مخطوبة ولا بحب. كان فيلم معبودة الجماهير من ابرز اعمالها الرومانسية مع الفنان عبد الحليم حافظ. علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا.
قدمت عدة أفلام سعت خلالها لتغيير نظرة المجتمع في قضايا مجتمعية خاصة المتعلقة بالمرأة، مثل كرامة زوجتي وعفريت مراتي ومراتي مدير عام. شوفي يا عصمت حبيبتي، أنا مش بتكلم عن نفسي، الموظفين. صحيح إحنا بنقول إننا متقدمين، إنما الواقع إن الست ست والراجل راجل. أخفى عليك أنت حسين تقول كده. بالإضافة إلى ساعة لقلبك، ظلموني الناس، الستات ما يعرفوش يكذبوا، يسقط الاستعمار وغيرها من الأفلام. كنت مع حبيبي نور عين. اوعى تفتكر ان انت وحش، لكن هو حاجة تانية. بالصبح محيرني اشتري له ايه اجيب له ايه. بص اصل النهاردة عيد ميلاده، كل سنة وهو طيب. على صعيد الطرب غنت شادية للحب والوطن، كما لم تغني مطربة مثلها، ومثلت اغنياتها حالة خاصة في تاريخ الفن المصري. سؤال مهلك سوق بكرة الدنيا تروق، فبعد الهزيمة في عام 1967 غنت أغنية الدرس انتهى، التي أبرزت قصف إسرائيل لمدرسة بحر البقر في محافظة الشرقية بدلتا مصر، الذي أودى بحياة العديد من الأطفال. وفي عام 1970 غنت يا حبيبتي يا مصر أثناء حرب الاستنزاف التي كانت تخوضها مصر ضد الاحتلال الإسرائيلي. وكذلك غنت عبرنا الهزيمة بعد حرب 73 التي عبر فيها الجيش المصري إلى الضفة الشرقية من قناة السويس. ما شافش الأمل عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران في البلد والعزم اتولد. الحب في حياة دلوعة السينما كان حاضرا بقوة، فتزوجت 3 مرات، الأولى من المهندس عزيز فتحي، ثم من الفنان عماد حمدي لمدة 3 سنوات، ثم تزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار وانفصلت عنه عام 1969. استمرارها في النجاح حتى بعد توقفها عن الغناء والتمثيل يرجع إلى أن أعمالها كانت تمس جميع أفراد الأسرة، فتجدها دائما حاضرة في المناسبات العائلية المختلفة، حيث غنت للأب الله يسامحك يا بابا، والأم ماما يا حلوة وأمي، والابن سيد الحبايب، وذلك خلال مشوارها الفني. سيد الحبايب يا ضنايا انت، وكل امالي ومنايا انت. لم تغب شادية عن الإذاعة، فشاركت في نحو 10 مسلسلات إذاعية، وكانت بطلة لقصتي الكاتب نجيب محفوظ ميرامار واللص والكتاب، وحصلت على جائزة الدولة التقديرية عن دورها في فيلم شيء من الخوف، الذي أدت بطولته مع الفنان محمود مرسي. ومثلت مسرحية رايا وسكينة العمل المسرحي الوحيد للفنانة الراحلة شادية، وهي المسرحية التي بدأ عرضها في عام 1982 وحققت نجاحا كبيرا. وفي 50 من عمرها غنت شادية أغنيتها الأخيرة خد بإيدي، والتي كانت من الأغنيات الدينية، ثم توقفت عن المشاركة في أي أعمال فنية أو غنائية، وتوارت عن الأنظار والكاميرات منصرفة لحياتها الخاصة حتى انتقلت إلى جوار ربها. بالرغم من الرحيل الذي لا مفر منه، تظل شادية بأغانيها وبعطائها الفني في قلوب محبيها وعشاقها في مصر والوطن العربي. أمرك يا سيدي جرحني طريق مسكتك والفودة والطرق مشيت خطوتي. الله يرحمها، حالة فنية لن تتعوض. خلونا ناخد هاتفيا المخرج الكبير الأستاذ محمد فاضل. أستاذ محمد تحياتي يا فندم لحضرتك. طيب بنعتذر الخط قطع. شادية الحقيقة كان ليها مواقف كتيرة جدا خلت يمكن الوسط الفني كله أجمع عليها،
والوسط الفني صحيح يمكن دلوقتي يعني غير الوسط الفني بتاع يعني صباح وشادية والجيل القديم ده، لكن في كل الأحوال صعب شوية إنه الوسط باختلاف البيئة اللي كل حد من النجوم والفنانين والمخرجين بيجي منها، صعب جدا هم يتفقوا على حد. الحقيقة إنه في إجماع على جمال أخلاق وجمال شادية، شادية الإنسانة زي ما كنا بنقول قبل ما تكون شادية الفنانة. خلونا ناخد تاني هاتفيا المخرج الكبير الأستاذ محمد فاضل. تحياتي ليك يا فندم. أستاذ محمد تحياتي ليك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك وتعزينا القلبية، احنا بنعزي الوسط الفني وبنعزي كل جمهور شادية في وفاتها. البقاء لله، وفعلا زي ما قلت يا شادية ما كانتش مجرد فنانة، إنما هي كانت قبل كل شيء إنسانة، والآخر أيامها الحمد لله الواحد طبعا هي كانت ترفض أي تواصل مع حد عايشة في نفسها، ولكن مسألة شادية الإنسانة كانت طاغية، وكنا طبعا بنعرف أخبارها من أقاربها ومعارفها، فالحمد لله يعني، وده اللي خلى لها يعني مش مجرد فنانة عادية يعني. حضرتك يا أستاذ محمد ما اشتغلتش مع شادية مش كده؟ لا، كان في مشروع فعلا في الثمانينات من القرن الماضي، وفعلا يعني حتى تم توقيع عقد وحضرنا نص، لكنها في آخر وقت خافت من الكاميرات التلفزيون، لأنها يعني متعودة على السينما طبعا لقطة لقطة، فهي بعد فاعتذرت بلطف يعني. ده ايه العمل ده يا فندم اللي شادية بعد ما مضت عليه خافت وقالت لا انا مش عايزه اخد التلفزيون، كان ايه العمل ده؟ كان مسلسل يعني، مسلسل التلفزيون يعني. فهي ست يعني بتقول لا انا والله كل واحد عارف قدراته، فانا مش هقدر اعمل مسلسل بالشكل ده. انت عارف المسلسل وقتها كان بيبقى حوالي مثلا 13 او 15 حلقه، حتى ما كانش فيه الحكايه 30 حلقه دي. فهي لكن طبعا بشكل يعني طبعا اشتغلت في الاذاعه، اشتغلت في السينما طبعا كتير يعني، واخيرا طبعا المسرحيه الجميله العظيمه بتاعت رايا وسكينه. هي اعتقد ما اشتغلتش مسرح غير رايا وسكينه مش كده يا فندم؟ بس ابدعت يعني، هي زي ما بيقولوا كده ذا وان اند اونلي يعني، هي مسرحيه واحده بس يعني علمت رايا وسكينه. طبعا هي كانت فنانه يعني دايما بتحب تحترم الجمهور وتقدم اللي هي تقدر تبدع فيه يعني. فغير طبعا ما انساش اغانيها الوطنيه العظيمه جدا طبعا، وبنلاحظ حتى يوم ما فكرت انها يعني تتوقف عن ممارسه الفن عملت ده بهدوء شديد جدا، وما فيش ضجه اعلاميه، ورفضت اي نوع من الحوارات اللي بتتعمل بعض الناس بيعملها في المواقف اللي زي دي يعني. سؤالي الاخير لحضرتك يا فندم، يعني كمخرج كبير وقدير ويعني شادية كفنانه كممثله، يعني الوسط الفني مليء بالممثلات، كان ايه اكتر حاجه بتشد الكاميرا ليها لشادية؟ يعني جمال وجهها، تعبيراتها، احساسها، موهبتها، ايه اكتر حاجه؟ لا، هو اولا هي يعني عارف الشكل المصري او نموذج يعني المراه المصريه البسيطه، لو نلاحظ معظم الادوار اللي خدتها كانت بتبقى دور البنت المصريه او السيده المصريه يعني البسيطه، ما هياش الحاجات. وبعدين نلاحظ انها في الاعمال الجاده او الكوميديه
كانت بتنجح يعني. ما ينساش مثلا مرات مدير عام، فيلم مرات مدير عام لها، وغير وعفريت مراتي. يعني عفريت مراتي. فمثلا على سبيل المثال، الى جانب طبعا كانت احساسها كويس جدا، وده يعني ما كانتش ممثله، هي كانت برضو بتعيش الشخصيه، وخالص ما حسيناش في وقت من الاوقات انها بتمثل يعني. كنا دايما في اي دور بتعمله بنصدقها. صحيح صحيح، المصداقية وفكرة ان هي يعني بتمثل بطريقة السهل الممتنع، انت ما بتحسش ان هي بتمثل، بس هي موصلة لك الاحساس قوي، فده اللي كان طول الوقت مديها المصداقية. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر، المخرج الكبير الاستاذ محمد فاضل، شكرا ليك. وهاتفيا معانا ايضا الفنانة الجميلة الهام شاهين. يا مدام الهام، تعزينا القلبية، ودورك كبنت الجميلة والقديرة شادية في لا تسألني من أنا، بعتقد أنه تقدري، ده يخليكي تقدري تكلمينا عن شادية بقى، شادية جوه الكواليس وشادية اللي اشتغلتي معاها. تحياتي يا فندم. طبعا بعزي مصر وبعزي كل الأمة العربية نجمة كبيرة جدا شادية. وشادية الحقيقة يعني زي ما هي فنانة عظيمة، هي أيضا إنسانة عظيمة جدا جدا جدا، يعني درجة عالية جدا من الإنسانية. فنيا هي قدمت لنا، يمكن هي أكتر واحدة رجلها قدمت أدوار مختلفة ومتباينة، عملت كل نوعيات الأدوار فعلا. يعني الوحيدة اللي كانت ممكن تقدم الكوميدي والتراجيدي والميلودراما والفيلم الغنائي، كل النوعيات، وكل النوعيات بتقدمها باقتدار عظيم. طبعا تجربتي معها في فيلم لا تسألني من أنا لا تنسى بالنسبة لي، وأنا كنت لسه وجه جديد ولسه تلميذة في معهد فنون مسرحية، وعملت دور بنتها، وفعلا كنت حاسة أن أنا بنتها حقيقي مش بنتها بس قدام الكاميرا. يعني هي عندها حنان وأمومة يكفي العالم كله. كانت حقيقي واقفة جنبي وكانت بتوجهني، و يعني كنت أول ما تاخدني في حضنها كانت دموعي تنزل، مش محتاجة أعمل مجهود وتركيز، لأن حنانها فعلا يخلي لازم الواحد دموعه تنزل من كتر ما هي إنسانة طيبة. يعني جواها طاقة خير وطاقة إيجابية جميلة، فعلا إنسانيا هي شخصية مميزة قوي. تفتكر يا مدام إلهام أول لقطة، أنا عارف أنه ده من فترة طويلة وكنتي صغيرة، بس تفتكري أول مشهد وقفتي فيه قدام شادية، يعني مخرج قال إيه 5 4 3 2 1 بنسجل، أول لقطة دي كانت إيه؟ يعني أنت حاسة أنك قدام شادية؟ كان مشهد الحقيقة صعب، وكان مشهد كنت بتخانق معاها إن أنا غيرانة إن هي بتسيبنا كتير وبتروح. هي كانت بتشتغل المفروض في الفيلم بتخدم عند مجيحة يوسفي بالظبط، وبنتها يسرى، وانا غيرانه انها بتهتم ببنت مجيحة يوسفي اللي هي يسرى قبل ما تعرفي انها اختها، بتقعد مع اولادها. ما انا ما اعرفش ان قبل ما تعرفي. فمشهد انا غيرانه جدا جدا وبتخانق معاها وبقول لها لا تقعدي معانا وما تسيبينيش، وانا اللي بنتك مش هي، وانا اللي تهتمي بيا مش هي، وحاله من الغيره يعني. فبتاخدني في حضنها وبتعيط لان هي مش قادره تقول لي ان دي اختي. فكان مشهد الحقيقه صعب، وانا حامله الهم. كان اول مشهد، كان اول مشهد لانه احنا بدانا بديكور البيت. ف ده كان مشهد بداناه، يعني دايما نبتدي بالمشاهد الثنائيه وبعدين يبقى المشاهد اللي فيها العدد الاكبر. كان مشهد بيني وبينها بس في اوضه النوم. فكان مشهد الحقيقة صعب ومشهد مهم جدا في الفيلم، وأنا كنت مرعوبة، يعني أنا هعمل المشهد إزاي، والمفروض هنفعل فيه، والمفروض هعيط. بس فعلا ما لقيتش أي صعوبة، يعني هي ساعدتني جدا وشجعتني جدا، ومجرد ما أبص في عينيها وأشوف الدموع في عينيها وحالة الصدق والمشاعر العالية جدا دي وصلتني في لحظة، ما حسيتش إن أنا محتاجة أعمل مجهود كممثلة، فبقيت معاها، يعني احساسي بقى معاها، بقيت متاثره بيها. ففعلا الواحد لما يقف قدام اساتذه كبار ونجوم كبار باحساس عالي، فعلا بنستفيد ونتعلم الاحساس كمان،
نتعلم ازاي نحس مش بس ازاي نأدي اداء. فشادية مدرسة كبيرة جدا بالنسبة لي، انا بعتبر نفسي واحدة من تلامذتها ومن معجبينها ومن محبيها جدا ومن الناس المحظوظين ان انا قربت منها فترة الفيلم، وان انا فعلا حسيت ان هي ام تانية ليا. ده حقيقي احساسي بيها. سؤالي الاخير لحضرتك، مش عايزة اطيل عليكي، بفقداننا لشادية، الفقدان الجسدي يعني، لكن طبعا يعني كل الأعمال الجميلة اللي هي قدمتها هتفضل إن شاء الله في ذاكرة الأمة العربية سنوات طويلة جدا، بس بفقدان قيمة شادية، الفنانة شادية، فقدنا إيه يا مدام إلهام؟ فقدنا إيه كفن، وفقدنا إيه ربما على الناحية الإنسانية اللي ما حدش يعرفها؟ شوفي، كفن فنها هيفضل عايش، احنا لن نفقد فنها، لان فنها موجود واعمالها العظيمه لكبار مخرجينا وكبار كتابنا، اعمالها من الاعمال المتميزه جدا في تاريخ السينما المصريه، هتفضل كل الاجيال تتعلم منها وتستمتع بيها. يعني لما شيء من الخوف والمراه المجهوله ونحن لا نزرع الشوك وزواء المدق وميرامار، كتاب كبار، الأستاذ نجيب محفوظ، أستاذ أحسان عبد القدوس، أسماء كتير كبيرة. يعني لما نتفرج على أعمالها دي هنتعلم، مش بس هنتعلم التمثيل، لأ، احنا بنشوف أعمال لقمم، قمم أدبيا وإخراجيا وفنيا، يعني على كل المستويات. فأعمال شادية لن تنتهي، هتفضل موجودة طول العمر لينا ولكل الأجيال اللي جاية تتعلم منها وتستمتع بيها. أما إنسانيا فهي إنسانيا هي منذ فترة كبيرة ابتعدت وفضلت أنها تعيش فعلا، تتعبد في هدوء وتعيش فعلا مع ربنا، ومن أكتر الناس اللي احترمناهم في موقفهم، لأنها فعلا لما بعدت انسحبت بهدوء شديد بالزبط. وعمرها ما تنصلت من فنها، عمرها ما تنصلت للفن وللفنانين، بالعكس بالعكس، ولكنها اختارت حياه اهدأ، حياه ما فيهاش صراعات، حياه بتتقرب فيها الى الله، وكلنا احترمنا ده. هي فعلا اكتر واحده يعني دخلت في هذا المود بكل الاحترام وبكل الاجلال، ولم تظهر بعدها ولا مرة، لا في مناسبة ولا على شاشة التلفزيون ولا طلعت في برنامج اتكلمت، خلاص اعتزلت، يعني اعتزلت كامل الاعتزال. فالحقيقة موقفها محترم جدا، يعني فنيا كنا نحترم موقفها جدا فنيا، وإنسانيا برضو احترمنا موقفها جدا إنسانيا. فهي بعدت عنا إنسانية بقالها فترة، لكن لازلنا عايشين معها مع أعمالها، وهنفضل طول العمر عايشين معها مع أعمالها الجميلة والمميزة. ربنا يرحمها يا رب ويحسن إليها. بشكر حضرتك جزيل الشكر الفنانة الجميلة إلهام شاهين. شكرا لحضرتك يا فندم. خلونا ناخد هاتفيا الفنان الكبير الأستاذ يحيى، الأستاذ عزة العليلي. أهلا بحضرتك يا فندم، تعازينا القلبية لكل زملائها وأصدقائها ولجمهورها في الوطن العربي. أستاذ عزت، صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا. تعازينا القلبية يا فندم لحضرتك ولكل زملاء القديرة والجميلة شادية، ولكل تلامذتها، ولكل زملائهم الفنانين، ولكل جمهورها في الوطن العربي. شكرك يا فندم، كتر خيرك. في الأوقات دي بيبقى الواحد حريص قوي إنه الفنانين اللي عصروا الفنان والقيمة الكبيرة اللي رحلت عننا هم اللي يتكلموا، هم اللي يقولوا يمكن أبرز السمات الشخصية اللي كانت فيهم، يمكن مواقف معينة تحب تفتكرها. يعني تحب تفتكر الفنانة القديرة الجميلة شادية بإيه يا أستاذ عزت؟ أفتكر بحضورها، حضورها كان جذاب جدا، وإنسانة لها حضور يعني عالي محترم جدا، فنانة بدرجة ممتازة قوي قوي قوي، يعني فنانة يعني أسعدت مصر، أسعدت العالم العربي كله، يعني سواء في أغانيها سواء في أفلامها، يعني حضورها في اللوكيشن كان حضور في بهجة وفي فرح من جميع العاملين في. نحن اشتغلنا مع بعض فيلم ذات الوجهين أنا وهي،
فكان حضورها في اللوكيشن تحدث بهجه جميله جدا جدا، على جانب الجانب الفني طبعا حدث ولا حرج طبعا، العالم كله يعني. كانت بتيجي الاوردرات في ميعادها يا استاذ عزت ولا نجمه بقى كبيره زي شاديه بقى تيجي براحتها؟ وقبل ميعادها وقبل ميعادها كانت يعني تعاملها مع جميع العاملين لا تفرق بين الصغير والكبير، يعني تشعري ان في قيمه موجوده في اللوكيشن واحنا موجودين، تحدث بهجه جميله جدا 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 جدا. ده بالاضافه انها يعني انا اعرف عنها انها انسانه عطوفه على كثير من الناس. انا عرفت ده لان احنا حجينا مع بعض كذا مره واعتبرنا كتير جدا جدا. هي ادت فريضه الحج والعمره كذا مره؟ طبعا 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 طبعا، كانت يعني باستمرار كانت اقدمها الى الكعبة المشرفة يعني باستمرار هناك، وعمرات وحج وقابلنا كذا مرة. كانت مثال الإنسانة الفنانة الوديعة المحبة لدينها المحبة لفنها المحبة لناسها المحب، ما كانش عندها لا تعالي ولا مش كلام، لا كان عندها ثقافة عظيمة جدا جدا، حنونة على من على أقاربها وعلى من حولها كلهم بشكل يعني ملفت جدا جدا. لا كانت إنسانة بديعة جدا جدا. بعد اعتزالها جداً. يا أستاذ عزت، بعد قرارها بالاعتزال واعتزالها وهي في مرحلة في عمر الخمسين، السنوات اللي تالت ذلك، هل صحيح أنه كرست نفسها للعمل الإنساني ولرعاية الأيتام وغيره؟ هل كنتوا ما زلتوا على اتصال ببعض؟ كتير جدا جدا جدا. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر وتعزينا القلبية مرة تانية لحضرتك ولكل زملائها وللوسط الفني والجموع الجمهور العربي كله في وفاة القديرة شادية. شكرا لحضرتك الفنان الكبير الأستاذ عزت العليلي. ناخد هاتفيا طارق الناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي. أهلا بك يا أستاذ طارق. أهلا أهلا بيكم، وعزيزنا طبعا للأمة العربية كلها. للأمة العربية كلها والله ده طبعا. يعني شادية انا عارفه انه حضرتك استاذ طارق دايما في يعني ما بتقولش كلام كانه مكتوب، انت بتتكلم من قلبك قوي. فشادية ايه؟ شادية في عبارات يعني شادية لما فقدناها احنا فقدنا إيه؟ يعني 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 يكفي انه كلمه مصر اصبحت مقرونه باسم شادية. يعني هو مين اطلق عليها صوت مصر؟ اكيد مش هي، اكيد المصريين. فلانها لما غنت حبيبتي يا مصر في عز الهزيمه 67 أصبحت هي الأيقونة في النصر في 73، نفس أنوة الهزيمة، ونفسها اللي كانت في الثورتين 25 يناير و30 يونيو كانت أيضا يا حبيبتي يا مصر، هي عنوان الثورة، هي عنوان أي انتفاضة لمصر، أي حب لمصر، حتى الحزن بنقول فيه يا حبيبتي يا مصر. فيعني يكفي شادية إنها المعادل الموضوعي لكلمة مصر على طول. أول اسم يطرق على ذهن الناس هو الفنانة شادية. احترامها لفنها وعدم تنكرها لتاريخها دي الحقيقة شيء عظيم جدا، ويصدق أي حد يقولك تنكرت أو ما شفناها. هي لو كانت بتتنكر كان مش كرمت في عيد الفن في 2014 وبعتت كلمة. لو هي تنكرت للتاريخ كانت رفضت التكريم. شادية فضلت سعيدة وحريصة إنها بتلقب بالفنانة شادية. الفن أستاذ طارق أحيانا الناس بتشوف إن هو بيدي الفنانين حقهم وبيدي اللي بذل سنوات عمره فيه حقه، وفي ناس تانية بتقول إن الفن مهنة أو إن الوسط ده للأسف الشديد لأ، وإنه الفنان سواء انحصرت عنه الأضواء لسبب تقدمه في العمر أو لمرض أو غيره، أو سواء هو اللي قرر الاعتزال خلاص وانس هو مش على الكاميرا دلوقتي محدش بيفتكره. شادية كيف تعامل الجمهور معها وكيف تعامل الوسط معها؟ والله ده جزء مهم جدا اللي انت حاطينه تحته خط. انها اعتزلت بمحض ارادتها طبعا سنه 86، لكن الجماهير لم توافق على الاعتزال، يعني كان من طرف واحد. اعتزال من طرف واحد. كان من طرفها. يعني هي لم تقدم جديدا على المستوى الفني بعد 86. لكن الناس كملت، من نفسها كملت.
وهو ده القيمة اللي قدمت لها مدام شادية، إنها اعتزلت لكن لم يعتزلها الناس، بل كانوا بيستعيدوا أغانيها، بيستعيدوا أفلامها، لأن الرصيد ضخم جدا. يعني صحيح زي ما تفضلت وقلت اعتزلت وهي في الخمسين، وكان لسه أمامها كتير تدي، إنما ده لم يؤثر على الرصيد. رصيد السينما واحدة من أكثر نجمات السينما المصرية عبر التاريخ كعدد كم وكيف، ونفس الكلام ده يتقال على الغنوة يعني. فطبعا هي يعني حققت نجاح طاغي لأنها 40 سنة فن، قرابة 40 عام، قرابة 40 سنة فن، من 47 86 يعني بتتكلمي على قرابة 40 عاما، أربعة عقود. وده رصيد من الصعب ان هو يمحى، بالعكس بيتجدد مع كل مشاهدة، مع كل قلب أبيض بيسمع مدام شادية أكيد في ومضة كده جميلة بتتحرك جواه، ديني بقى، عاطفي، وطني، كله غنت كله، ما سابتش حاجة، وغنت لكبار الملحنين على اختلاف المذاق الفني لكل منهم. رياض السنباطي أكيد غير محمد عبد الوهاب، غير بليغ حمدي، غير محمود الشريف طبعا، غير منير مراد، غير محمد فوزي، غير الموجي، غير كمال الطويل. شوفيها مع كل دول، حتى الجدد محمد علي سليمان، خالد الأمير، إبراهيم رأفت، هتلاقيها أيضا لها مساحات أخرى مع كل ملحن. أكتر عمل بتحبه لشادية سواء تمثيل، سينما، أغنية، إيه؟ ما أنا أقول قلت كلمة جميلة قوي يا أستاذ طارق، يعني يكفي تكريما ليها والاسمها والقيمتها إن اسمها صوت مصر، ارتبط صح اسمها بصوت صح مصر، صح، المصريين هم اللي أطلقوا عليها كده، المصريين اللي أطلقوا عليها كده. أنا بشكرك جزيل الشكر الناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي. دي شادية بكلمات بسيطة، لكن أنا واثقة إنه الجمال اللي في إحساس شادية وفي طيبة شادية وفي أخلاق شادية وفي صوت شادية أكبر من كده بكتير. شادية فنانة حقيقي مش هتتعوض، ويعني أنا يمكن في ابتسامة على وشي على قد ما كلنا زعلانين، لكن شادية مبهجة والله بجد. يعني شادية ما ينفعش تتكلم عنها حتى وانت بتتكلم عنها وهي خلاص رحلت، يعني انتقلت روحها إلى بارئها سبحانه وتعالى، هي طول عمرها كده المبهجة اللي تضحكك وتغير مودك وتفرفشك وتقدم لك الحاجة الحلوة، الصوت الرقيق، الدلع الشقي الحلو الجميل فوش ابتزال. وزي ما الكل أجمع، حضراتكم سمعتوا الفنان إلهام شاهين، أستاذ عزة العليلي، طارق الشناوي، كل الناس أجمعت، حتى لما قررت تعتزل اعتزلت بشويش وبالراحة، ولا شو ولا حاجة. يعني لما بعد قرابة 40 سنة، يعني خلال 40 سنة اشتغلتهم، لما تبقى تجربتها المسرحية الوحيدة هي اللي احنا شايفينها على الشاشة دي، رايا وسكينة، وهي كانت التجربة المسرحية، يعني شكرا شادية، مش عايزين كنا نتمنى طبعا انك كنت تبقي عملتي 500 عمل مسرحي، بس انت قدمتي العمل المسرحي اللي هيفضل طول العمر معانا، رايا وسكينة. لغايه اللحظه دي مين لو قاعد في البيت واتعرضت رايا وسكينة بيقعد يتفرج عليها وبيضحك على الافيهات اللي فيها لو شفتها 200 مره قبل كده؟ لا تسالني من انا. لما تخليك تعيط من القهره وتعيشك في دور واحساس الام اللي غصب عنها الحوجة والعوزة اضطرت انها تخليها تدي بنت من ولادها لست يعني فاضلة مقتدرة عشان تربيها، لكن برضو ما بعتهاش، دي سابتها بس عندها عشان وكانت مبشرها واشترطت ان هي تشتغل عاملة في المنزل عندها عشان تبقى بنتها دي قدام عينيها. وبعدها في لما بتقول لها لما 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 ولادها عرفوا بقى، يسرى والهام شاهين وطارق دسوقي، وعرفوا بقى انه وهشام سليم وكده، عرفوا انه ان خلاص دي اختهم، وهي بتكلمهم وهي بتخليك تبكي بالدموع. اعمالها مع عبد الحليم حافظ، جمال اغانيها، الدويتو اللي ملوش حل اللي مع صلاح ذو الفقار اللي مش هيتعوض، زي ما قلنا مفيش دويتو كده تاني ممكن يتعمل في تاريخ السينما، خلاص دي شادية، هي دي شادية. وزي ما استاذ طارق الشناوي قال الحقيقه انا بشكره وبحييه على الكلمه الجميله دي، يعني لو بنتكلم في تكريم لشاديه، جمهور شاديه اللي كرمها على فكره على مدار السنوات اللي فاتت. يعني ايه اكتر من انه المصريين يسموها صوت مصر، اسمها يقترن بكلمه مصر، باسم مصر، صوت مصر لما غنت يا حبيبتي يا مصر. احنا معانا وهنشوف دلوقتي اخر تسجيل صوتي
ظهرت فيه الفنانة الكبيرة شادية بصوتها الله يرحمها يا رب ويحسن إليها. ده كان آخر تسجيل صوتي ليها، كان في لقاء ليها هاتفيا، يعني مداخلة هاتفية ليها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس هنا على شاشة قناة دريم، كان في 2011. تعالوا نسمع مع بعض هذا التسجيل الصوتي، نسمع ما قالته شادية وكانت في عز أيام الثورة، ثورة يناير 2011. تعالوا نسمع الفنانة اللي صحيح بعدت عن الأضواء وبعدت عن الفن ومعتزلة وبقى ليها حياتها الإنسانية وحياتها المجتمعية اللي بتخدم فيها الأيتام وبتخدم فيها المحتاجين والفقراء، لكن وجعها وخوفها وقلقها على بلدها قلق المواطن المصري الأصيل اللي يحس بيه أي حد مهموم على الوطن ده. تعالوا نسمع المكالمة دي مع بعض. ازاي حضرتك يا مدام شادية؟ الحمد لله نحمد ربنا، بس الحالة يعني انت عارف الواحد الحالة اللي فيها. حاسة بإيه يا أمي؟ حاسة بإيه يا مدام شادية؟ ربنا يعلم الواحد حاسس بإيه. دي مصر بلد الواحد يا خبر أبيض، مش عارف أقول إيه، أنا مش مصدقة اللي بيحصل ده. يعني أقول لبدا ربنا ليه النهار ويعقل الولاد مصر اللي بيعملوا كده يا رب، ويا رب الحالة تتعدل يا رب. وما كنتش أتصور يعني مصر دي في القرآن اسمها مكتوب في القرآن، يعني لازم نحافظ عليها حتى، يعني إذا كان يعني لازم يحافظوا عليها علشان مصر أولادنا لازم يحافظوا عليها. مصر عملت إيه بس يا ربي؟ مش عارفة أقول لك إيه يعني. قولي لي يا مدام شادية، تقولي ايه لولادنا اللي واقفين في ميدان التحرير، الطرفين اللي واقفين قدام بعض دلوقتي حالا بيحصل بينهم تناحر وضرب وقتال ودماء على الاسفلت، تقولي لهم ايه؟ هنتقطع القلب طبعا، يعني دول يعني مصريين الاثنين يعملوا في بعض كده، دي ما حصلتش ولا هتحصل. ازاي كده؟ ازاي يهون على بعض؟ على ايه؟ ليه؟ الخبر ابيض ده، يعني الواحد يعني مش عارفه، الواحد مذهول. واحد يضرب في اخوه ابن عمه مش معقول، وامهاتهم واباطهم يعملوا ايه؟ ما كان يعني انا مش مصدقه ان مصر يحصل فيها كده. والله مش عارفه اقول لك ايه. قولي لي يا مدام شاديه نعمل ايه؟ يعني انا لو يعني انا نفسي تقولي لي ايه اللي ممكن نقوله بكره يوم الجمعة، من المنتظر ان بيكون في مظاهرات موجودة في جامع الدول العربية بتؤيد الرئيس مبارك، وفي في ميدان التحرير مظاهرات بترفض وجود الرئيس مبارك، والمتوقع ان المظاهرات بتاع الجمعة جامع الدول دي تروح لميدان التحرير، ساعتها هتحدث معركة بين الطرفين وتسيل الدماء في كل مكان، نقول لهم ايه دلوقتي؟ نقول لاولادك ايه دول؟ حرام، نقول لهم حرام، ده حرام اللي بيعملوه ده، دي مش مصر اللي يحصل فيها كده، دول مش مصريين اللي بيعملوا كده، مش ممكن مصري يرضى البلد ويعمل فيها كده. اقول ايه اكتر من كده؟ عموما احنا يعني احنا مش عارفين نقول لك ايه. انت عارفه الحاجه الوحيده اللي بتطمنا ان عملاقه زي حضرتك لما تكلم النهارده اولادها من المصريين كلهم المتناحرين، يا رب يحبوا بلدهم، يعني يحبوا امهاتهم واباطهم واخواتهم ما يحصل لهمش حاجه، البلد يحبوا مصر، اهم حاجه يبقى مصر لازم يحبوها ويعشقوها. ادعي لنا يا مدام شاديه، ادعي لمصر يا مدام شاديه. صلي وبدعي وبقرا قران وكله لبلدي، وبلدنا مؤمنه يا رب، ربنا ينقذها يا رب. يا رب يا مدام شادية. يا مدام شادية انا شاكر جدا انك انت كنت اول المشاركين معانا في هذا اليوم، بشكرك، وده اللي احنا منتظرينه من فنانة كبيرة وعظيمة زيك، تغنت لمصر وحبت مصر وقالت يا حبيبتي يا مصر. الله يخليك يا اخويا، ميرسي قوي يا اخويا. متشكر جدا يا مدام شادية، اشكرك جدا جدا جدا. آخر تسجيل صوتي للفنانة الكبيرة شادية، محملة بهموم هذا الوطن، قلقة على هذا الوطن زيها زي مصريين كتير جدا الحقيقة، بس هو يمكن الجيل ده كان أكتر جيل اتوجع قوي أيام ثورة يناير، لما شاف التشكيك ولما شاف وسمع عن مصريين قصاد بعض بيتخانقوا بيضربوا بعض وبيختلفوا مع بعض اختلافات كبيرة. شادية هي حاجات كتيرة في بعضها،
شادية الفنانة المطربة الممثلة، الصوت اللي مش هيتعوض، الممثلة اللي إحساسها مش هيتعوض، الحالة الفنية كلها على بعضها، الإنسانة الجميلة قوي اللي ما فيش حد اختلف على رقي وجمال أخلاقها. الله يرحمها يا رب ويحسن إليها، وربنا يا رب يجعل مثواها الجنة ويصبر أهلها وأسرتها وذويها. وما تقلقيش يا ست شادية، احنا لاخر لحظه زي ما انت كان نفسك وكانت دي امنيتك ودعيتي ربنا بيها، واعتقد ربنا نولها لك. احنا شايفينك زي القمر، ولغايه ما متي انت في عينينا زي القمر، وهتفضلي طول عمرك ان شاء الله، طول الوقت طول العمر هتفضلي في عينينا زي القمر، شادية الحلوه الجميله الدلوعه، ربنا يرحمها يا رب ويحسن اليها. خلينا نروح لمجموعه اخبار النهارده. بعد دقائق ربما يعني صباح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشهد صباح اليوم الأربعاء احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف. بتقيم هذا الاحتفال وزارة الأوقاف بقاعة مؤتمرات الأزهر، الاحتفال المفترض أنه بيحضره فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء، الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وإحنا بعد لحظات هنقول خبر مهم جدا عن دار الإفتاء المصرية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد الحقيقة من الوزراء وسفراء الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، وعدد كبير من علماء الأوقاف والأزهر الشريف. الرئيس المفترض أنه حيلقي كلمة بهذه المناسبة للأمتين الإسلامية والعربية عن مختلف القضايا اللي بتهم العالم الإسلامي. في خلال الاحتفال كمان من المفترض أنه حيتم تكريم 8 من العلماء وشباب الأئمة والمهتمين بالشؤون الدينية، في منهم 6 من مصر، وفي منهم 2 من البحرين، وفي منهم شخص من فرنسا. حيمنحهم الرئيس وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، يمكن مكرمين حنشوفهم ونقول أسمائهم يعني خلال الوقت، وإحنا أول ما يتم يعني نقل أو البث المباشر للاحتفال إن شاء الله هيكون معانا على الشاشة ونقول مزيد من الأخبار عنه. لكن اسمحوا لي أقول لحضراتكم كمان، كنت بقول إنه عندي خبر مهم جدا عن دار الإفتاء المصرية. احنا بقالنا سنين طويله بنتكلم في ايه، بقالنا سنين طويله بنتكلم بنقول احنا عمالين نكلم نفسنا، احنا لما نطلع في كل القنوات المصريه نتكلم ونقول انه مصر بتكافح الارهاب ومصر بتحارب الارهاب و30 6 دي ثوره شعب مش انقلاب وانه كذا وانه كذا، احنا كده وانه الجماعات الارهابيه دي هي اللي هددتنا وهي اللي قالت، وكان لازم المصريين تنفذ ارادتهم بالتخلص من هذا الحكم الارهابي، وان احنا كده بنكلم نفسنا وما بنكلمش الغرب، لانه ما عندناش التولز وما عندناش الادوات، عندنا الادوات بس ما عندناش ما عندناش الحاجه بقى اللي بنطلع بيها البر، يعني ما عندناش القنوات اللي بنطلع بيها البر. الحقيقه ان دار الافتاء المصريه انا بشوف ان ده الخطوه الاولى الصح الجد اللي بتتعمل عشان نبدا نقول للعالم مساء الخير يا عالم احنا هنا، مساء الخير يا عالم الوطن العربي في 1 2 3 4، مساء الخير يا عالم لما صحفكم الأجنبية والميديا الغربية وبعد شوية معايا خبر ليه علاقة بده يكتبوا أي كلام من عندهم ومن دماغهم، يبقى احنا بنرد، سواء بنرد بطريقة مباشرة أو بنرد بطريقة غير مباشرة، الردود دايما كده سياسيا بيبقى ليها كذا طريقة. يعني مساء الخير يا عالم احنا مصر فيها 1 2 3، مساء الخير يا عالم احنا عندنا الإرهاب في شمال سيناء، دي غير جنوب سيناء، دي غير القاهرة، دي غير المحافظات اللي فيها آثار، دي غير الأقصر وأسوان. الحقيقه ان دار الافتاء المصريه امس الثلاثاء اطلقت حمله عالميه باللغه الانجليزيه في الفضاء الالكتروني يعني على الانترنت بمناسبه المولد النبوي الشريف، دي ربما خطوه اولى لبنه اولى، تستهدف الحمله الوصول لاكثر من 30 مليون شخص حول العالم من المسلمين وغير المسلمين في محاوله لاحياء القيم واحياء الاخلاق النبويه الشريفه، وتقدم فهم جديد لحياة أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وسيرته العطرة والتعمق في الجمال الروحي والأخلاقي لسيدنا النبي. الحملة دي أطلقوا عليها عنوان وكمان الحياة رائع، Timeless Guidance. Guidance اللي هو يعني Guidance الإرشاد أو القيادة، الإرشاد Timeless يعني بلا 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 زمن محدد، بتهدف إلى إعادة إحياء سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في الجانب العملي والأخلاقي بتاعها. ما يبقاش كل التركيز أو اللي أنا بشوفه من الدين أو الأوتكم أو مخرجات الدين اللي طالعة
اللي بقولها للناس هي ده حرام ده بلاش ده حرام ده بلاش. لا هو ده طبعا صح، ما هو لازم، هو دينك يعني ايه، يعني الحلال ايه والحرام ايه. لكن يبقى كمان على الجانب الاخر على التوازي انا عندي السيره العطره بكل نماذج، زي مثلا قصه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اللي درسناها، واللي للاسف على فكره في الاجيال الصغيره دي ما مش كلها تعرفها، ما اعرفش حتى موجوده في كتب الدين في المدارس ولا نسيوا يحطوها، اللي هي القصه الشهيره اللي كنا تربينا عليها، اللي علمتنا اللي من هنا الجيل بتاعنا بقى واللي سبقونا عندهم يقين، يقين مفيش حاجه اسمها انا مسلم وانت مسيحي وهو يهودي، الدين ده لله لله. قصه الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان ليه جار يهودي كان بيأذيه، كان اليهودي بيأذي النبي، كل يوم يروح يحط قمامه الكيس الزباله الكبير بتاعه ويرميه قدام بيت الرسول، كل يوم يروح يرمي كيس الزباله قدام بيت الرسول، كل يوم يروح يرمي، ما بيحب مش عايز ومش حبه، مش عايز ينشر دعوه الاسلام. ففي يوم الرسول عليه الصلاه والسلام طالع من بيته ما لقاش كيس الزباله موجود اللي اتعود انه كل يوم اليهودي ده بيحطه له عشان يضايقه ويأذيه، فسأل يا جماعه هو فين الفلان؟ قالوا له ده مريض، راح زاره وطمن عليه. دي الحاجات اللي احنا عايزينها. انتوا حضراتكم عايزين تقولوا لي ان الناس اللي بتتمسح دماغها دي وبتقتل في الناس اللي في الكنيسه واللي في الجامع وبتستحل دمهم، تستحل دم اي حد مش من فكرها، مش من دينها، مش من فكرها. عايزين تقولوا لي ان الناس دي درست الامثله البسيطه قوي، ده انا قلت مثل واحد. ده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لو قعدت تذاكر حياته وسيرته النبويه مش يعني مش هنخلص عدد الامثله. كل حاجه فيه حلوه عليه افضل الصلاه والسلام، كل حاجه فيه حلوه. حمله دار الافتاء المصريه، والله انا فرحت جدا، والله العظيم فرحت جدا لما قريتها امبارح وقلت اخيرا بقى، حتى لو هم بادينها بمناسبه يعني المولد النبوي الشريف، اطلاق حمله على الانترنت علشان نتكلم على صفات النبي عليه الصلاه والسلام على بمناسبه المولد النبوي الشريف، دي خطوه اولى. واكيد مش هتبقى ماسف، يعني اكيد مش هنعملها بشكل ماسف، يعني مش هتوصل للعالم كله مره واحده، مش من اولها، نستفيد من اول مره، المره اللي بعدها نعمل كذا، مره بعدها نتكلم على السنه النبويه الهجره الشريفه، مره نتكلم على اخلاق الصحابه مع الرسول عليه الصلاه والسلام، بعدها نتكلم على العدل، نتكلم على الرحمه ما ناذيش بعض وما نضربش المخلوقات كلها، بعدها نتكلم على الصدق، نتكلم على الامانه، كل ده فالناس تبقى شايفه ان هو ده الاسلام الحقيقي. ما هو ده الاسلام، احنا مش ما بنجيبش حاجه من عندنا، هو ده الاسلام. كنا احنا مقصرين فيه، بس انا في بطاقتي مكتوب مسلمه، او انا بروح افجر واحد واشيل لي علم اسود مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله، فده مش الاسلام. الحمله بتتكلم على كيف نجعل الايه يا شباب ثواني، الحمله بتتكلم على انه كيف نجعلها نموذج، نجعل السيره النبويه الشريفه نموذج نستلهم منه مكارم الاخلاق لتتحول عباداتنا لله ومعاملاتنا مع الخلق مع باقي الخلق من الجانب الشكلي الجامد الى الجانب الروحي والاخلاقي العملي. انا بحيي الحقيقه الحمله دي جدا، ان شاء الله باذن الله هنتابعها، ان شاء الله باذن الله هيكون هنشوف وصلت لايه، انتشرت ازاي عملوا لها يعني كامبين بره، ايه المواقع بيتم تداولها ازاي، فيسبوك ولا يعني، هنشوف كل ده ان شاء الله هنتابعه مع بعض واحده واحده، دي بدايه وان شاء الله تستمر الحمله دي. مستشار مفتي الجمهوريه الدكتور ابراهيم نجم كان قايل في تعليقه يعني انه نحن في حاجه لاحياء سيره النبي واخلاقه الكريمه برؤيه جديده ومعاصره تدعو الى المحبه والسلام والرحمه في مواجهه موجات العنف والكراهيه والتطرف التي تجتاح العالم بسبب مجموعات انحرفت بفكرها وافعالها عن النهج النبوي الصحيح. نكمل الأخبار يا شباب؟ طيب نروح لمجموعة من الأخبار المحلية، كان عندي مجموعة أخبار مهمة الحقيقة، معلش للأسف يعني هبدأها بخبر قضية مش يعني أكيد مش حلوة، بل بالعكس قضية يعني توجع القلب، يعني لما أم وأب يبعتوا ولادهم لمدرسة ويعني يبقى منتظرين ان الولد يخلص اليوم الدراسي ويرجع لهم البيت وتجي لهم مكالمه تليفون تعالوا الحقوا ابنكم تعبان، ولا تعالوا تلحقوا ابنكم توفى. الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى، بس ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل حاجه سبب، سبب الاسباب. ايه السبب؟ الولد مات ازاي في المدرسه؟ مش سكته قلبيه لا سمح الله، ولا كان تعبان وبتاع.
عشان في مرجحه وقعت عليه. فيعني الحقيقه وكمان بقى لما تسمع ان كان في قبل كده اولياء امور قالوا اشتكوا ان المرجحه دي ممكن تقع متلخلخه او ممكن تقع ومحدش في اداره المدرسه عمل حاجه، قلبك يتوجع مرتين والله. طالب في الصف الاول الابتدائي في مدرسه الابطال التجريبيه في الشروق، مدينه الشروق التابعه لمحافظه القاهره، اتوفى رحمه الله عليه بسبب سقوط المرجحه عليه، ولد في اولى ابتدائي. حادث سقوط المرجحه على الطالب ليس الاول من نوعه. دي الحادثه اللي طب دي المرجحه، دي المرجحه اللي وقعت، ودم الولد ده لو حضراتكم شايفين دي النقاط الحمراء دي، ده دم الولد حبيبي الله يرحمه يا رب، الله يرحمه ويصبر قلب امه وابوه يا رب عليه. ولد طفل بريء في المدرسه بيلعب، ده دمه. دي الحادثه، الحادثه دي مش الاولى من نوعها. بحسب الروايات اللي اتقالت انه في حادثه وقعت من ما يقرب من عام، ووقعت على راس طالب اخر وسببت في جرح في راسه، بس اتعالج بعدها الجرح. بس اتعالج ايه بعد ما اخد كميه غرز في راسه غير طبيعيه؟ الاهالي وشهود العيان والاولياء بيقولوا ان المدرسه دي مشاكلها كتير. دي روايات اولياء الامور بس. بيقول لك سوء النظافه، مستوى النظافة عندهم، بيقول لك عدم وجود نظام في الإدارة التعليمية، إدارة العملية التعليمية، في وقائع تانية كتير. وأعتقد إنه كفاية إنه يبقى في مرجحة أهي وقعت السنة اللي فاتت على راس ولد صغير، بس ربنا ستر الولد، بس راسه اتفتحت وأخد غرز كتيرة بس فضل عايش. خلاص شيلوها بناقص، انسفوا المرجحة، مش عايزين مرجحة. ولا الفهلوه بتاعتنا، رحنا جبنا فني معرفش مين، ولا رحنا جبنا مين، تعالى يا عم بص لي على البتاع، طلع دق له مسمارين وكله تمام يا باشا، ولا صيانه ولا بصينا عليها ولا الله اعلم. معانا تليفونات؟ طب خلونا ناخد، بس انا عايز اسمع اولياء الامور في المدرسه دي، نفهم الكلام ده مبالغ فيه ولا الكلام ده فعلا. ده غير كمان ان في خبر دلوقتي جالي انه في اعتصام، وانا بتكلم مع حضراتكم دلوقتي امام اولياء، من اولياء الامور امام هذه المدرسه، مدرسه الابطال التجريبيه. خلوني اخد هاتفيا مدام اسماء احدى اولياء الامور. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. ايه الحكايه يا مدام اسماء؟ احكي لنا، عايزين نسمع يا فندم. الحكايه يا فندم ان احنا من اول السنه واحنا بنشتكي، مش من اول السنه، من السنه اللي فاتت بنشتكي من الاهمال اللي بيحصل في المدرسه، وقدمنا شكاوي كتير، وفي الاخر نلاقي رد سلبي جدا جدا جدا. والحاجه بتاعتنا انتوا مدينه ضباط، احنا مش هينفع نعمل لكم حاجه، اصل المدرسه بتاعتكم في مدينه ضباط، احنا مش هنقدر نعمل فيها حاجه. لحد ما حصل الكارثه وتنبأنا وقلنا يا جماعه هتحصل كارثه، المرجحه اللي وقعت على الطفل وقتلته في لحظتها امبارح، وقعت على طفل قبله من شهر كي جي 2 عورته خد غرز، وبرده من اسبوعين برده ولد اتعور بحديده وخدوا الولد وخيطوا له راسه وما بلغوش مامته، مامته اتفاجئت من اولياء الامور لما بيتصلوا بيها يطمنوا على ابنهم. امبارح اللي حصل مع طفل في اولى ابتدائي جسمه صغير جدا، المدير بيتهم ان هو اللي طلع على المرجحه، والمرجحه حضرتك عاليه جدا، اكيد انا بعت الصور لحضرتك، المرجحه عاليه جدا، ازاي طفل في اولى ابتدائي يطلع المرجحه والمرجحه تاخده وتنزل بيه، مرجحه حديد. تمام حضرتك، الطفل اول ما المرجحه وقعت على دماغه مات في لحظتها بشهاده الاطفال والمدرسين، الطفل طلع دم من مناخيره وبقه، قعدوا ساعه يتفرجوا على الطفل مستنيين لما عربيه اسعاف تيجي تاخده. هم عارفين ان المدينه هنا ما فيهاش عربيه اسعاف، احنا كومباوند مقفول في صحراء ما فيهاش عربيه اسعاف، قاعدين بيتفرجوا على الطفل لحد ما المدرسه نزلت خدت الطفل في حضنها وجرت بيه على العياده الخاصه بالمدينه، عياده مش مجهزه يعني باجهزه كويسه، عيادة صغيرة جدا. الطفل وهم داخلين بس يا مدام اسماء، مدام اسماء انا بس عايز اسالك سؤال، حضرتك جايب لنا الشرطة انتي ثواني بس قبل الشرطة استفسر منك من حاجة، انتي بدأتي كلامك قلتي احنا حذرنا كتير قوي قبل كده ان في كارثة هتحصل، وفعلا الكارثة حصلت امبارح للأسف وتوفى الطالب. حذرتوا من ايه؟ حذرنا من الإهمال يا فندم، اللي بتنم ان في كوارث ممكن تحصل يا فندم. أولا المرجحة دي برضو اشتكينا منها قبل كده، تمام؟ يعني الشكوى خاصه بالمرجحه دي بطفل في كي جي 2 ان هو اتعور، يا جماعه شيلوا المرجحه قبل ما تحصل كارثه، نزلوا لنا بص ان تم اصلاح المراجيح. طب ازاي تم اصلاح المراجيح وازاي المرجحه امبارح وقعت على الطفل؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، طفل كان بيلعب اتحدف عليه حديده، منين الحديده اتحدفت؟ محدش عارف منين.
طب يا جماعه طب فين المشرفين فين المسؤولين؟ دي شقاوه اطفال، ده كان الرد بتاعهم، دي شقاوه اطفال، طفل ياخد ثلاث غرز في دماغه دي شقاوه اطفال. طب فين الاطفال دول؟ فين المشرفين بتوعهم؟ سرقه يا فندم. الاطفال تطلع اللي هم الصغيرين ابتدائي يطلعوا البريك بتاعتهم يرجعوا يلاقوا حاجتهم مسروقه، اللي يتسرق منه مصروفه، اللي يتسرق منه موبايله. ورحنا قلنا للمدير يا فندم الولاد بتوعنا بتتسرق منهم حاجات الحاجات بتاعتهم. لا ده الكلام ده ما بيحصلش في مدرستي، طلعوا اطفالكم بيضيعوا الحاجه. منتهى السلبيه، منتهى السلبيه. برضه بلطجه، تيجي وليه امر تضرب طفل قدام المدرسه بتاعته عشان ضرب بنتها. بقول للولد طب فين فين المدرسه بتاعتك؟ يقول لي ما المدرسه كانت واقفه. ولي امر طفل ضرب ابنه، جابه من الطابور بتاع المدرسه قدام المدرسه كلها، جاب الطفل من الطابور ضربه اداله العلقه التمام والمدرسين واقفين ساكتين. وبالمناسبه ان الطفل اللي ضرب ده مامته مدرسه ما قدرتش تفتح بقها بكلمه. كل دي حضرتك احنا اشتكينا منها وقلنا يا جماعه ارحمونا. انا كتبت بص انا قلت لهم يا جماعه حسوا بينا، المدرسه دي عايزه كبير، محدش عبرنا لحد ما حصلت الكارثه. اسماء انتوا كمان انا شايفه كتبتوا على فيسبوك بوست كتير قوي حذرتوا فيها، يعني كتبتوا على الفيسبوك كمان. ايوه ما ايوه حضرتك كتبنا كتير من شهور ومن سنه، كتبتوا انه نظافه ارض الحوش الخاص بالاطفال والاهتمام بجميع جميع الحص والزلط بشكل كبير. الاطفال بيدخلوا الكلاب بيلاقوا فيران بتجري قدامهم، فيران بتجري قدامهم. والله احنا اولاد يعني اولادنا اولاد ضباط جيش، مش من يعني ليه حرام يعملونا كده؟ ليه ازواجنا يبقوا بيتغربوا وبيدافعوا عن البلد واحنا هنا بنموت؟ ليه ايه ذنبنا؟ ايه ذنبنا ان اطفالنا يموتوا ملوثين، يموتوا مضروبين، يموتوا بسبب اهمال؟ ايه ذنبنا؟ ايه ذنبنا؟ محدش حاسس بينا. وفي الاخر وزاره التربيه والتعليم مش راضيه خليكي معايا مدام اسماء، خلونا ناخد هاتفيا للاستاذه فريده مجاهد وكيل وزاره التربيه والتعليم بالقاهره. استاذه فريده تحياتي لحضرتك يا فندم. وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. احنا يعني ما يعني انا هوفر على حضرتك علشان النادي، هوفر على حضرتك المقدمه وهقول لحضرتك يعني المصاب هو مصاب مصابنا نفسنا. انا كان ابني هو اللي توفى. اولى ابتدائي يا استاذه فريده، الطفل اولى ابتدائي. وانا هقول لحضرتك احنا من امبارح يمكن ما مشيناش من المكتب، قاعدين لغايه الساعه 12 بالليل. يعني احنا كلنا في حاله حزن تام لما تم، وخدنا اجراءات قويه جدا جدا. بس اسمحي لي ان انا اعرض لحضرتك المشكله لبها فين، لب المشكله فين. انت عارفه حضرتك الطفل في المرحله الابتدائيه ومدرسته تبعد عن المكان اللي هو مقفول على المراجيح المعطله ديت اللي هي متروكه للصيانه حوالي 300 متر. يعني المفروض الولد قعد 17 دقايق ماشي هو واصحابه بيتنقل من مبنى لمبنى علشان يروح للمكان دوت. ده معناه ان الاشراف مغيب ومش موجود في المدرسه، وانا بعترف ان اشراف المدرسه لم يقوم بدوره ولم يقوم بمهامه في هذه النقطه بالتحديد. الولاد نطوا من السور الاصدقاء كلهم ونزلوا يلعبوا بالمراجيح اللي هي مركونه للصيانه جوه مبنى محطبق بسور. فنطوا جواه ولعبوا، كانت النتيجه هي الحادثه المؤسفه اللي تمت. ده مش معناه ان يبرر لاي حد هذا الخطا، لا الخطا موجود وموجود في الاشراف، وطبعا النيابه بتاخد مجراها في التحقيق كله من الالف للياء. والنهارده في لجنه كبيره من المديريه موجوده هناك. احنا امبارح رحنا اسره الشهيد في المستشفى. صراحه انا يعني كنت حاسه ان الخبر مش حقيقي، فاضطريت ان انا لازم اروح المستشفى واشوف الولد، يعني علشان انا يعني اعمل اي حاجه اقدر اعملها في التوقيت ده. وبعدين توجهت للمدرسه وعينت المكان بنفسي وشفت الخطا اللي مرتكب من الاشراف. ازاي الولد يمشي المسافه دي كلها هو واصدقائه ويروحوا عند المراجيح ومحدش يشوفهم وهم بيلعبوا في مراجيح معطله وموجوده؟ وصدقيني كل تمام. انا بس هستاذنك قبل ما مدام اسماء تقفل، لان انا محتاجه حضرتك برضو في قضيه ثانيه اسالك عليها دلوقتي عشان بس مدام اسماء تقفل. يعني ايه التصرف دلوقتي؟ يعني اداره المدرسه دي التصرف ان احنا عندنا كل المسؤولين عن الاشراف ومدير المدرسه في النيابه. تمام. ودول هياخدوا القرار، هيطلع نتيجه المحاكمه الجنائيه داخل. انما الاخطاء الاداريه اللجنه هناك موجوده دلوقتي. الله يخليكي يا استاذه فريده، الله يخليكي. ما يبقاش في النهايه اللي يشيل القضيه والنبي البواب ولا العامل الفني ولا بتاع. ما فيش بواب ولا في عامل. انا بقول لا على سبيل المثال. بص حضرتك ولا فني صيانه ولا بتاع، لا في مشرف وفي مدير مدرسه وفي ناس. هم دول في النيابه.
دول حاليا من امبارح موجودين في النيابه. تمام. تمام. لكن هناك اخطاء اخرى بقى موجوده يعني احنا هنسردها وهنعرضها بطريقه اخرى. ان انا عندي حاجات موجوده بالصيانه والمدرسه ما عندهاش فلوس تصين وما عندهاش الامكانيات ان هي تصين، فكل اللي عملته ان هي قفلت المبنى او الفناء اللي فيه الالعاب ومنعت دخول الولاد عند الالعاب اللي هي مكهنة. طب تسيب مرجحة ليه حتى لو هي عملت ده؟ تسيب ليه مرجحة قائمة ما يشيلوا المرجحة؟ مرجحة لسه من شهر فتح ولد هي ومن قبلها برضو معورة ولد، يسيبوها ليه محطوطة؟ بص حضرتك، يعني تبين امبارح ان هي مش مرجحة واحدة، ده هم اكتر من واحدة معمولة يعني من الحديد. وعلى فكرة انا عايز اقول لحضرتك يعني احنا خطتنا دلوقتي ان احنا بنعمل احلال، ما عندناش العاب بالحديد دلوقتي خالص، الجديد كله بنحط العاب من البلاستيك او الفايبر القوية حتى لا يعني لا تسبب في حدوث مشاكل زي ما مدام اسماء انا بشكرك وان شاء الله باذن الله خلاص يعني الموضوع دلوقتي مع وزارة التربية والتعليم، الناس اوريدي بالفعل موجودة في النيابة دلوقتي يتم التحقيق فيها، وان شاء الله كل شكاواكم المتعلقه بسوء سوء الاهمال وسوء الاداره من هذه المدرسه ان شاء الله تحل، والبقاء لله وحده في وفاه الطفل طبعا دي مفيش حاجه في الدنيا هتعوضه. استاذه فريده أكيد طبعاً. استاذه أكيد فريده طبعاً. انا عندي طبعا معلش اسمحي لي برضو استغل وجود حضرتك معايا اعرف بس في مثل هذه الحوادث، يعني هو صحيح في الدقهليه بس اعرف برضو المدرسه اللي يعني قرروا يعني يفتكسوا ويعملوا مشهد تمثيلي، طبعا حضرتك اكيد عارفه الموضوع، ويطلعوا الاطفال ويعني على عايزين بقى نوري الاطفال مدى بشاعه الارهاب وكده، فيلبسوهم جلاليب كانها جلاليب صلاه ويحطوا عليهم ماده كانها دم ومرميه على الارض. اتفرجت على الصور. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، هو جانب دوت له شقين، في شق نيه النيه اللي كانت موجوده عند المعلمين ان هم يعملوا نشاط يمثلوا الحادث عشان يحددوا للولاد مدى جرم هذا الحادث، لكن في حد ذاته هي الجريمه بشعه جدا، فصعب جدا على نفوس الولاد ان هي يشوفوها بالتفصيل اللي انا شفته في الصور دوت. يعني هنقول ان النيه كانت سليمه ولكن الاداء كان محتاج شويه توجيه وتعديل مسار حتى لا تكون هذه الصورة البشعة قدام الولاد في الطابور الصبح. أنا بشكرك حضرتك يعني قلتي الكلام المفيد، يعني هو ماشي احنا طبعا النوايا لا يعلمها إلا الله، بس احنا بنفترض إن في حسن نوايا، بدليل هم مش ما بيعملوش المشهد ده وجايبين معاه إن دي حاجة سعيدة ولا حاجة جميلة، هم بيقولوا إن ده أنت كده لما بتظلم حد وأنت مش من حقك تعتدي على حد وفي النهاية في ناس بتموت وبتاع، بس ما ينفعش أطفال صغيرة لبسها جلاليب عليها مادة كأنها دم ومرميين على الأرض وبتاع وشوفوا داعش بيعمل، ما ينفع يعني التنفيذ غلط التطبيق غلط. انا واثقه ان كان في مليون فكره تانية لو انا عايزه اجسد دور يعني او ادخل ادمج طبعا دي المشهد طبعا امبارح اللي استفز الناس كلها، لو انا عايزه ادمج الـ 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 الاطفال في مشاهد تمثيليه وادخل بقى التمثيل في الموضوع والانشطه المدرسيه المختلفه في الموضوع بتاع يعني ما انا طبعا اللوحه دي على فكره في ناس اتكلمت عليها، في ناس قالت لك طب انت جمعت في اللوحه دي قطر وتركيا وايران مع اسرائيل، طب انت بتاع، انا دي مش هتكلم فيها، ولكن اللي نتكلم فيها انه برضو يا فندم احنا ما بندخلش السياسه لعقول الاطفال من هم صغيرين، ما يا فندم برضو احنا كنا يعني كون ان احنا فاهمين انه هناك انظمه ودول بعينها بترعى الارهاب وانها ضدنا وانها بتسعى لخراب البلد وكذا وكذا وكذا، ده مش معناه ان انا في الطابور الصباحي في المدرسه اطفال ابتدائي اوقفهم ماسكين اعلام دول تانية دي واقول لهم ان دول داعش وان الدول دي بتعمل كذا فينا، يعني برضه يا فندم خلط الامور ببعض من الاخر كده يا استاذه فريده، اخراج العمل كان سيء للغايه من الاخر. يعني حضرتك لسه معايا؟ انا بقول احنا محتاجين ولادنا نوديهم الصوره الحلوه بدل ما نوريهم الصوره السيئه، ونعمل لهم توعيه من خلال بعض الصور الايجابيه اللي تنمي الطاقات الايجابيه عند الولاد، بلاش خلينا نبعد عن الطاقات السلبيه دي وان شاء الله ربنا يسهل. بس هو اللي يعني بيهون الموضوع، انا اكيد النيه كانت ان هي تصور بشاعه الامر. حسن النوايا لا يلغي العقاب يا استاذه فريده، حسن النوايا لا يلغي أكيد. أكيد يا فندم. أكيد. أنا بشكرك جزيل الشكر للأستاذة فريدة مجاهد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، شكرا لحضرتك يا فندم. إحنا خلونا بس يعني نقول الخبر العاجل، الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل بيشهد احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، هذا الاحتفال اللي هيكرم فيه 8 من العلماء مصريين، تعالوا نشوف مع بعض جزء ونرجع نستكمل الأخبار. إن قدوتنا قول من قالوا لسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وسترى سيادة الرئيس من هذا الشعب الكريم بإذن الله تعالى ما تؤمله فيه وما تقر به عينك وأعيننا جميعا. وستظل مصر بفضل الله عز وجل أبية على الانكسار، عصية على الانهزام أو الإحباط. وكما تكسرت وتحطمت أطماع التتار وغيرهم على أبوابها، فإن أحلام وأوهام المخططين لتفتيت منطقتنا وإفشال دولها ستنكسر هنا على أبواب مصر. نعم ستنكسر هنا، بل ستتحطم هنا على أبواب مصر بمشيئة الله تعالى. وكما كان في ثبات مصر وصمودها منطلقا لإعادة بناء الأمة العربية بعد سقوط أكثر دولها في أيدي التتار، وكما كان دورها عظيما في دعم حركات الاستقلال والتحرر من ربقة الاستعمار في العصر الحديث، فإن صمود مصر ونهضتها وتقدمها سيكون باعثا لنهوض كثير من دول منطقتنا من عصراتها وإعادة بنائها وإعمارها بإذن الله تعالى. ولهذا فإنني باسمي شخصيا وباسم قيادات الأوقاف والسادة الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف ومن منطلق مصلحة وطنية محضة ودون أي تردد وبغض النظر عن الموقع الذي نكون فيه، فإننا سيادة الرئيس نجدد العهد والتفويض لسيادتكم فإننا سيادة الرئيس نجدد العهد والتفويض لسيادتكم في مواجهة قوى الإرهاب والشر، ونعاهدكم أن نكون جنودا أوفياء لهذا الوطن في ظل قيادتكم الحكيمة، مؤمنين كل الإيمان بحكمتك، ولدينا كل الثقة في وطنيتك وحسن تقديرك للأمور وإدراكك لأبعادها المختلفة، وأنك بفضل الله عز وجل لن تخذلنا، وأن الله عز وجل لن يضيعنا جميعا. وكيف يكون ذلك وهو القائل في كتابه العزيز على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول عن جند مصر: إنهم خير أجناد الأرض، وإنهم وأهليهم وذويهم في رباط إلى يوم القيامة. وفي ذلك أنشأت أبياتا أذكر منها: مصر الكنانة في حفظ وفي كنف، قد ضمن الذكر الحكيم أمانها، خير الجنود جنود مصر فاقدروا أرض الكنانة حقها ومقامها. وليسألوا التاريخ عن أبطالها، وليفهموا ذكر النبي أجنادها من عامها سلما فتلك يد، أو عامها حربا فنحن رجالها. سيادة الرئيس، لقد ناديت بتجديد الخطاب الديني وتصويبه، ونحن مع سيادتكم في كل ما ناديت وتنادي به، ونجتهد أن نتحول بحالات الاستنارة الفردية إلى استنارة جماعية، ومع أننا في حاجة إلى جهود أكبر، ولا يمكن أن نقول ليس في الإمكان
أبدع مما كان، فإننا نؤكد أن الجهود التي بذلت سواء على مستوى التأليف والنشر وإعادة قراءة تراثنا قراءة جديدة في ضوء معطيات العصر ومستجداته، أم على مستوى تأهيل العاملين في الحقل الدعوي، صارت تمهد لانطلاقة أوسع. فمن بين الجالسين في رحاب سيادتكم الآن مجموعة منتقى من السادة الأئمة يتدربون تدريبا علميا نوعيا تراكميا مستمرا بمستويات متعددة، منها المستوى الخاص بتجديد الخطاب الديني الذي انتقينا له نخبة من أفضل الأئمة ما بين حاص على الماجستير أو الدكتوراه، مع إجادة عدد غير قليل منهم لإحدى اللغات الأجنبية. وقد أعددنا لهم برنامجا تدريبيا راقيا ومتميزا يتكون من نحو 800 ساعة تدريبية على مدار عام كامل، يدرس فيه هؤلاء الأئمة إلى جانب علوم الدين واللغة، علوم النفس والاجتماع والجمال ومفاهيم الأمن القومي والمدارس الفكرية والفلسفية قديما وحديثا، إضافة إلى دراسة جادة لإحدى اللغات الأجنبية وآليات التواصل الإعلامي والإلكتروني. وسيشرف اليوم بتكريم سيادتكم لهم ثلاثة من هؤلاء الشباب، ونؤمل خلال عام أن نضيف إلى قوى مصر الناعمة 100 عالم مستنير على الأقل بإذن الله تعالى. ويطيب لي أن أختم حديثي بأبيات من وحي هذه المناسبة الكريمة ذكرى ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لأحمد شوقي، تلخص جانبا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان سماحة الإسلام، حيث يقول: لزمت باب أمير الأنبياء، لزمت باب أمير الأنبياء، ومن يمسك بمفتاح باب الله يعتصم. محمد صفوة الباري ورحمته وسيد الخلق من عرب ومن عجم، وصاحب الحوض يوم الرسل قائلة متى الورود، وجبريل الأمين ظمي. وصاحب الحوض يوم الرسل قائلة متى الورود، وجبريل الأمين ظمي. يا جاهلين على الهادي ودعوته، هل تجهلون مكان الصادق العالمي؟ يا جاهلين على الهادي ودعوته، هل تجهلون مكان الصادق العالمي؟ أتيت والناس فوضى لا يمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم، والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم، كالليث بالبهم أو كالذئب بالغنم. فنود يقرأ تعالى الله قائلها لم تتصل قبل من قيلت له بفمي، هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم. قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دمي، ولا يفوتني في الختام أن أتوجه إلى الله العلي العظيم أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء، وأن يوفق رئيسها لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يمن على السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتمام الشفاء العاجل، وأن يرده إلينا سالما بإذنه تعالى. واسمحوا لي سيادة الرئيس أن أقدم لسيادتكم هدية وزارة الأوقاف نسخة مباركة من كتاب الله عز وجل من طباعة الوزارة، ومعه نسخة من آخر إصداراتها في مواجهة الفكر المتطرف، كتاب فلسفة الحرب والسلم والحكم من تأليفنا. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا. كان الأزهر الشريف قبل 1000 عام ويزيد كان وسيبقى منارة العلم ومرجعية الإسلام الصحيح بوسطيته وسماحته وعلمائه الثقات الساعين إلى تصحيح المفاهيم وتصويب الخطاب الديني. كان الأزهر وسيبقى ملاذ المسلمين حول العالم حين يشتد الصراع ويتمكن الهوى من القلوب والعقول. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على صاحب هذه الذكرى العطرة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، السيدات والسادة الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن احتفالنا اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف هو في الحقيقة احتفال بظهور النبوة الخاتمة والرسالة الإلهية الأخيرة التي وضعت الإنسانية بأسرها على الطريق الصحيح وأخرجتها من ظلمات الجهل والضلال بعدما أطلقت العقل البشري من قيود العصبية وسلطان القبيلة ونظام العائلة، وبعدما حررت ضمير الإنسان من أغلال الظلم ومن طبائع الاستبداد والاستعباد. ولم يكد يمضي على انتقال صاحب الرسالة الخالدة إلى الرفيق الأعلى 10 سنوات فقط حتى بدأت عروش الطغاة والجبابرة والمتألهين تتهاوى وتسقط عرشا إثر آخر، وبدأت الإنسانية ولأول مرة في تاريخها تتنسم عبق الحرية وتتذوق طعم العدالة وتعرف معنى المساواة بين الناس وواجب تحرير الإنسان من ظلم أخيه الإنسان. يذكر الإمام الطبري في تاريخه أن ربعي بن عامر أحد قادة الفتح الإسلامي لما دخل على رستم قائد جيش الفرس ليتفاوض معه قبل بدء الحرب في معركة القادسية قال له رستم: ما جاء بكم؟ قال ربعي: الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. كلمات قليلة تعكس افتقاد هذا الصحابي الجليل قبل مجيء الدين الجديد لقيمة الحرية وقيمة العدل وتعطشه لأن يعيش الناس في ظلالهما. ولنا أن نتأمل عبارته رضي الله عنه: من ضيق الدنيا إلى سعتها، لندرك كيف أن حياة الناس قبل هذا الدين كانت تئن تحت وطأة الضيق الذي فرضته عليهم أنظمتهم السياسية وأنماطهم الاجتماعية والاقتصادية، وأن هذه الرسالة الخاتمة جاءت لتحرر العقل والفكر والوجدان، وأن سبيلها في تحرير الإنسان هو مبدأ الحرية المنضبط بمبدأ العدل والذي يضمن إعطاء كل ذي حق حقه، إذ بدون العدل المطلق تفسد الحرية وتنقلب إلى فوضى تطيح بكل المبادئ الإنسانية الأخرى. الحافل الكريم، وإذا كانت نبوة صاحب هذه الذكرى العطرة صلوات الله وسلامه عليه ضرورة لهداية البشر، فإن تنكب طريقها من أخطر ما تمنى به الحضارات والمجتمعات. ويثبت التاريخ أن سقوط الحضارات كان بأسباب وعوامل ذكر بها القرآن الكريم
وحذر منها، وهي المسمات في القرآن بسنن الله في الكون والإنسان. وأهم هذه الأسباب هو الانحراف عن منهج النبوة في سياسة الناس والمجتمعات، وأخذهم بمكارم الأخلاق التي هي الغاية من بعثة الأنبياء، وبرحمة الخلق كل الخلق. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عن نفسه: أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة، بعد أن قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما يكون الانحراف عن منهج الأنبياء بإنكار الدين ومحاربته والدعوة إلى الإلحاد والكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يكون الانحراف أيضا بصورة أشد خطرا وأكثر فتكا وأعتى تخريبا بانحراف جماعة شاذة شاء لها خيالهم المريض أن يتصوروا أنفسهم أوصياء على الناس، وأنهم وكلاء الله في الأرض، وهم وحدهم القائمون على فهم الدين وتفسير أحكامه. هذه الجماعة أو الجماعات الإرهابية على اختلاف مشاربها وتسمياتها تنطلق من اعتقاد خاطئ يبرأ منه الله ورسوله والمؤمنون. هذا الاعتقاد هو أن من لا يعتقد معتقدهم من المسلمين فهو كافر، وأن الكافر مستباح الدم والمال والعرض. وأمثال هذه الفئة الضالة ليست بدعا في تاريخ المسلمين، بل وجد نظراؤهم وأضرابهم في سائر الأديان والعقائد والمذاهب. وما يروج الآن من أن الإرهاب صناعة إسلامية خالصة حديث خرافة يكذبه الواقع الذي يزيف هذه الأراجيف ويفضح نوايا مروجيها. فكتب التاريخ وكتب السياسة ملأى بالحديث عن الإرهاب والإرهابيين المنسوبين إلى الأديان وإلى المذاهب السياسية والاجتماعية. ولا نريد أن نسترسل في الحديث بعيدا عن أثر المصيبة التي زلزلت قلوب المصريين يوم الجمعة الماضية، بل زلزلت كيان الإنسانية جمعاء في الغرب وفي الشرق. فقد كان حادث مسجد الروضة بشعا شنيعا، وكان تنفيذه من الوضاعة والخسة والدناءة غير متصور ولا متوقع صدوره، لا من الإنسان ولا من الوحش في الغابات. وهذا الرصاص الذي حصد أرواح المصلين في المسجد هو في المقام الأول حرب على الله ورسوله، وتحد له سبحانه في عقر بيت من بيوته. وهؤلاء المجرمون ليسوا أول من نفذ مثل هذه الجرائم في بيوت الله، فقد قتل الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قائم يصلي في محراب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن، وتناثر دمه على صفحات المصحف الذي كان يقرأ منه. وقتل الخوارج أسلاف هؤلاء المجرمين وأجدادهم، قتلوا عليا كرم الله وجهه وهو ذاهب لصلاة الفجر وكان ينادي في الناس: الصلاة الصلاة. وفي قتلة خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهادهم بسلاح الغدر والخيانة عزاء، وأي عزاء لنا ولأهلينا ممن فقدوا وفقدنا فلذات الأكباد وراح عنهم العائل والسند. وإن كنتم أهلنا في بئر العبد قد روعتم وفزعتم، فاذكروا أن تاريخ هؤلاء الخوارج معروف في ترويع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والإغارة عليهم
وتكفيرهم عليا وقتلهم إياه بعدما خذلوه وانشقوا عليه. ونحن سيادة الرئيس إذ نعزيكم ونعزي شعبنا الصامد في شهدائنا الأبرار، نسأل الله تعالى أن يتقبلهم بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنهم فسيح جناته، ويربط على قلوب أهليهم وذويهم، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين والجرحى والمكلومين. وختام كلمتي اعتذار كله حياء وخجل واستحياء منك يا سيد المرسلين ويا سيد الأنبياء ويا سيد الناس. اعتذاري إليك إن تطاول على مقامك الرفيع في ذكراك العطرة ضغمة من الجهلة وقساة القلوب وغلاظ الأكباد، والخارجين على نهجك القويم، والذين لم تزدهم جرائمهم إلا بعدا منك ومن دينك وشريعتك. فعذرا رسول الله عن هذا التطاول وهذه الإساءة وسوء الأدب والعبث برسالتك السمحة. وغدا سيعلم المفسدون في الأرض المارقون من الدين حين يحرمون شفاعتك يوم القيامة أي منقلب ينقلبون. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، تقديرا لعطائهم في مناحي شتى وخدمة الإسلام والدعوة. تفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، ويتفضل الآن أيضا بتكريمهم. السيدة ميرفت شرف الدين عبد العزيز أحمد مساعد وزير الأوقاف للشؤون المالية، وهي أول امرأة تشغل هذا الموقع. الشيخ محمد صالح أحمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية. تقديرا لأهل القرآن وخاصته. الشيخ محمد عبد الموجود عبد المقصود وكيل الوزارة الأسبق لشؤون المساجد والقرآن الكريم بالمعاش. الشيخ عبد الفتاح محمد العزب العزازي إمام وخطيب وعضو المكتب الفني بديوان عام الوزارة وأحد شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب. الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم المساعد العلمي لمدير مراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف. الشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم إمام وخطيب بجنوب سيناء عضو مركز الثقافة الإسلامية للغات بمسجد الصحابة بشرم الشيخ.
ومن خارج جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور محمد بشاري عميد معهد ابن سينا للعلوم الإنسانية بمدينة ليل فرنسا. ومن دولة البحرين الشقيقة سمو الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بدولة البحرين. شكرا جزيلا سيادة الرئيس. ويبقى في الختام دائما رسالة الختام، كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي يتفضل بتوجيهها الآن. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أنا أطلب من حضراتكم جميعا أن احنا نقف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الطاهر. فضلوا استريحوا. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، السادة الدعاة الأجلاء، شعب مصر العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأتي ذكرى مولد نبي الرحمة هذا العام بعد أيام قليلة من حادث أليم أوجع قلوبنا وأصاب العالم كله بالصدمة. حادث إرهابي جبان استهدف أبرياء مصلين داخل أحد بيوت الله. حادث اقترفته أيدي مجرمين تجردوا من أدنى معاني الإنسانية ومن أي صفات للرحمة من التي نادى بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. وإننا إذ نحيي معا الذكرى العطرة لنبينا العظيم وندعو المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. نتساءل في الوقت ذاته كيف لمن يدعون اتباعهم لنهج الرسول الكريم أن يقترفوا مثل هذه الجرائم البشعة؟ كيف لمن يدعون انتماءهم لدين الإسلام الذي يحث على التراحم ونشر التسامح أن ينشروا الفساد في الأرض؟ بأي منطق إنساني يحلل البعض لأنفسهم قتل الأطفال والشيوخ والأبرياء وحرمانهم من حقهم في الحياة؟ الأخوة والأخوات، إن مصر تواجه خلال الأعوام الماضية حربا مكتملة الأركان تسعى إلى هدم الدولة واستنزاف جهودها للحيلولة دون استقرار هذا الوطن وازدهاره. حرب تقودها فئة تتوهم أن الشعب المصري سيتوقف عن المضي في مسيرة البناء والتنمية، وتدعم تلك الفئة الباغية قوة خارجية تمدها بالسلاح والأموال والعناصر الإرهابية سعيا من تلك القوى لفرض هيمنتها على المنطقة وإثناء مصر عن القيام بدورها الإقليمي الذي لا يهدف سوى لترسيخ الأمن والاستقرار وتسوية ما يشهده الشرق الأوسط من أزمات، وبهدف أساسي وهو إنهاء المعاناة الإنسانية التي أنهكت شعوب المنطقة وإفساح المجال لتحقيق تنمية حقيقية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
واسمحوا لي ان انا اتوقف امام المقدمه او الجزء اللي انا تحدثت فيه ده، وعايز اقول لكم حاجه. انتم كلكم اللي موجودين هنا دلوقتي كتائب النور التي وجب عليها بصراحه كده ان هي تشيل الظلام، الظلام اللي احنا اللي انتم شايفينه ده. انا بس عايز اقول لكم حاجه كنت بتكلم فيها مع زملائي في قبل ما نبدا الجلسه دي، بقول لهم بقالنا تقريبا 50 سنه، بقالنا 50 سنه والعمليات الارهابيه دي بتضرب. انا بتكلم على مصر دلوقتي، وبقول لهم لو سمحتم اعملوا محاكاه للاقتصاد المصري لو لم يتعرض لهذه الضربات خلال ال50 سنه اللي فاتوا دول، وقولوا لي شكل مصر كان عامل ازاي. 50 سنة كل ما 5 6 سنين 7 8 سنين تيجي ضربة وتتعمل إجراءات أمنية شديدة وتبذل جهود ضخمة جدا ويستنزف فيها الاقتصاد. أنا بتكلم على بلدنا. عايز أقول لكم يا ترى الكلام ده، أنا مش بكلم أبدا، مش بكلمكم أنتم عشان نقنع المتطرفين أبدا، أنا بكلمكم أنتم عشان تحافظوا على المعتدلين. بكلمكم أنتم عشان تحافظوا على الشعب المصري، على الشباب والشابات، إن هم ما يتأثروش بالأفكار ديت. الأفكار ديت خلي بالكم ما بتقومش شعوب ولا أمم ولا حضارات. مش هتحصل. إحنا النهارده بنتكلم بقى، هنتكلم على بقية العالم، إحنا بنتكلم على 12 دولة. بقالهم سنين طويلة بيعانوا من الموضوع دوت. بصوا كده على أفغانستان، طب شوفوا كده باكستان، طب إيه رأيكم في العراق، طب إيه رأيكم في سوريا، طب إيه أخبار الصومال، طب إيه الموقف في ليبيا. قولوا لي فين الدول دي هترجع تاني إمتى. المطلوب لإعمار سوريا على الأقل 250 مليار دولار. مين كان يقدر يقوم بالمهمة دي ويدمر الدولة دي بالطريقة ديت؟ مين يقدر؟ مفيش أي جيوش في العالم تقدر تعمل كده. أنا بقول تاني، أنتم معنيين بده، إحنا كلنا كمجتمع معنيين بكده، إن إحنا نحافظ على بلدنا، عشان إحنا عندنا هنا 100 مليون. الأمن والاستقرار ما بيجيش أبداً من الجيش والشرطة فقط، لكن من المجتمع كله هو اللي بيقوم بهذا الدور. انا بس حبيت اقول لكم ان الافكار ديت اتوجدت، هي افكار شيطانيه اتوجدت مش ابدا عشان تسود، مش هتسود، لكن هي بتهدم الامم وتفضل تعرقل مسيره الدول طول ما هي موجوده وما تمش مواجهتها والسيطره عليها. لا يمكن في امم هتستطيع ان هي تصمد وتنجح وتنمو وتتقدم بالافكار دي، مفيش، ما حصلش. فمين يوجه ده ويوضح ده؟ احنا ما بنتكلمش ابدا على ان احنا نشوه او نضيع دين. لو حد فاهم كده تبقى في مشكله كبيره، وانا قلت الكلام ده قبل كده 3 مرات في القاعه ديت. اذا كان حد فيكم يتصور ان احنا بنتكلم على اساءه لدين تبقى مش يعني تبقى حاجه صعبه. لا طبعا. بس انا عايز اقول لكم، يا ترى التشويه الحقيقي حدث ولا ما حدث؟ يا ترى شكل الإسلام والمسلمين في العالم عامل إزاي؟ بصوا كده، الناس كلها خايفة مننا، الناس كلها مفزوعة مننا، بغض النظر عن أسباب ده. أصل إحنا ممكن نخش في نقاش كبير قوي عن الموضوع ده وأسبابه ومين بيدعو ليه ومين بيدعمه، كلام كتير، لكن في الآخر إحنا الأدوات اللي بيتم استخدامها لتدمير دولنا. ولذلك كان لزاما على الدولة المصرية ومؤسساتها أن تتحرك على عدة محاور في آن واحد لتواجه تلك المخططات بكل حزم وقوة. فعلى الصعيد الأمني تحرص الدولة على التصدي لكل من تسول له نفسه أن يهدد أمنها واستقرارها. تتخذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن نفسها، تطور قواتها المسلحة، تحمي حدودها وتفأر لأبنائها. وأؤكد هنا مرة أخرى
إن دماء شهدائنا لن تذهب سدى. واسمحوا لي إن أنا أنتهز الفرصة دي وألزم الفريق محمد فريد حجازي قدامكم وقدام شعب مصر كله، أنت مسؤول، أنت مسؤول خلال 3 شهور عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء. أنت وزارة الداخلية، تفضل استاذ، خلال 3 شهور تستعيد مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، تستعيد مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبجهدكم وبتضحياتكم انتوا والشرطة المدنية، تستعيد الاستقرار والأمن في سيناء، وتستخدم كل القوة الغاشبة، كل القوة الغاشبة. وأن رجال القوات المسلحة والشرطة عازمون على مواصلة الحرب على الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره، وواثقون في أن الله سينصرنا بإذنه وتعالى. وعلى الجانب الآخر، وإدراكا من الدولة أن تحقيق تقدم الملموس على صعيد التنمية الاقتصادية يعد أحد المحاور الهامة التي تقضي على البيئة الخصبة لنمو التطرف والإرهاب والمساعدة في مكافحته، لذلك فقد سعت الحكومة إلى تحقيق نهضة حقيقية، فتبنت خطة لإصلاح المشكلات التي طالما عانى منها الاقتصاد المصري، خطة نهدف من خلالها إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وإنشاء بنية تحتية متطورة تنقل مصر من حال إلى حال أفضل، وبحيث تتحقق تنمية مستدامة تتوفر فيها فرص العمل للشباب ويتحقق مستوى معيشة كريم للمواطنين ينعمون فيها بخدمات عامة متميزة مثل التعليم العصري المتطور والرعاية الصحية اللائقة. وبرضه أنا حين هقف مرة تانية، شوف أنا عايز أقول لكم على حاجة، الجهود اللي بتبذلها الدولة هي جهود أولا جهود علمية وجهود مخلصة وجهود أمينة لا تهدف، ما فيش هدف منها خالص غير إعادة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار فيها والازدهار لأهلها، مفيش أسباب، مفيش حاجة تانية. أنا بقول الكلام ده لكم لأن أنتم ممكن تقولوا طب ده الدنيا لسه برضو ما تحسنتش، صحيح، بس خلي بالكم الأمور اللي بتتراجع في سنين طويلة وبتتلخبط في سنين طويلة وبتتأذى في سنين طويلة برضو بتصلح في سنين طويلة، ده العدل بيقول كده. مش معقول هيحصل تراجع في 10 سنين ونقدر نحل المسألة في سنة واحدة، رغم ان احنا بنبذل اقصى جهد، والله يشهد على ذلك، والله يشهد على ذلك، عشان نقدر نختصر الزمان ونحقق اللي احنا عايزينه. وبدون مبالغة انا بقول لكم هنا، لان انا مش بكلمكم انتوا بس، انا بكلم كل المصريين، احنا شايفين كويس قوي بفضل الله سبحانه وتعالى النتائج اللي بتتحقق، واحنا بنبقى واضحين معاكم وبنتكلم معاكم بكل شفافية، اللي بيتحقق كثير جدا 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 وعظيم جدا جدا في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها ديت. انا عايز اقول ان الدولة بتحارب، وعشان الدولة تحارب لمدة 4 سنين تقريبا دلوقتي، وتبقى الحركة ومعدلات التنمية اللي موجودة فيها بالشكل ده دلوقتي، عايز اقول لكم ازاي ده ممكن يتم، وارجو ان انتوا تتوقفوا قدام الكلام اللي انا بقوله. هو النهاردة الجهد ده والحشد القوى الامنية دي سواء كان لوزارة الداخلية او للقوات المسلحة، هو مش تكلفة على الدولة المصرية ولا ايه؟ كان طبيعي ان احنا نيجي في حالة زي كده او في مرحلة زي كده نقول طب احنا هنحشد كل جهودنا لصالح المعركة ديت ويبقى خلاص مفيش، لكن لا لا لا، ده احنا اتحركنا لدرجة ان الناس تصورت ان مفيش حرب، احنا شغالين على الارض وكأن مفيش حرب، وما شايلناكمش بقدر الامكان الا
المساوئ اللي انتوا بتشوفوها زي اللي ما حصل كده في مسجد الروضة. احنا هنخلي مدينة بئر العبد دي بفضل الله سبحانه وتعالى مدينة يشار لها بالبنان، بالبنان كده، عشان صحيح، لان احنا لا يمكن ابدا نسمح لو احنا عندنا مروءة. يا اهل المروءة يا مصريين، لو احنا عندنا مروءة نسمح ان حد يعمل كده في اهلنا وفي ناسنا. يا اهل المروءة، السيدات والسادة، لا يخفى عليكم ان بناء الانسان وتنوير العقول وتحصينها من الافكار الظلامية الهدامة لا يقل اهمية عن المحورين السابق ذكرهما، إن لم يكن الأهم على الإطلاق. ومن هنا جاءت دعوتي لتجديد الخطاب الديني سعيا لتنقيته من الأفكار المغلوطة التي يستغلها البعض لتضليل أبنائنا واكتزابهم إلى طريق الظلام والتدمير. وأقول لكم بكل صراحة ووضوح إن عملية تنوير العقول وتطوير وترسيخ المفاهيم الثقافية والاجتماعية اللازمة لحماية أبنائنا من الأفكار المتطرفة لا يمكن أن تقودها مؤسسة واحدة أو حتى الدولة بمفردها، بل تتطلب عملا جماعيا تشترك فيه الدولة بمختلف مؤسساتها مع المجتمع بشتى مكوناته، مثقفيه وكتابه ونابغيه في جميع القطاعات. وإنني من هنا وفي هذه المناسبة أدعوكم جميعا إلى التكاتف من أجل بناء الإنسان والفرد. أدعو كل أم وكل أب أن يحافظوا على أبنائهم من سعي كل غادر لاستغلالهم كوقود للإرهاب والكراهية. أدعو كل شابة وشاب أن يتسلحوا بالعلم وقيم التعايش وقبول الآخر ليواجهوا بها أرباب الجهل وكاره الحياة. وأدعو رجال الدين ومفكريه إلى مزيد من العمل على نشر قيم التسامح والرحمة والاستنارة. أبناء الشعب المصري العظيم، في الختام وفي هذه المناسبة الطيبة دعونا نقتدي بنبي الرحمة المهدى الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، لنجعل من هذه الذكرى نورا يضيء لنا طريقنا ويثبت قلوبنا على طريق الحق والخير والبناء. وكونوا واثقين مثلما أثق، كونوا واثقين مثلما أثق أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن مصر ستنتصر وستعلو رايتها وستتحقق أمال شعبها في المستقبل القريب الذي يرجونه بإذن الله ومشيئته. أشكركم وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا سيادة الرئيس. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. إذن كان هذا هو الاحتفال الذي شهده الرئيس السيسي، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، وقام خلاله بتكريم عدد من العلماء المصريين. وطبعا استمعنا إلى كلمة دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واستمعنا أيضا إلى
يعني الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الأوقاف يعني أهدأ الرئيس السيسي هدية تذكارية المصحف الشريف. يعني أعتقد أنه هذه المناسبات بتكون دائما فيها مساحة طيبة وجيدة للتذكير بأنه كل مؤسسات الدولة مجتمعة الحقيقة، وتحديدا المؤسسات الدينية عليها دائما وأبدا دور كبير جدا في نشر التعليم الصحيحة والدقيقة للدين السماوي لدين الإسلام، ومحاولات عليها أن تكون دائما محاولات جادة جدا لنبذ العنف وزرع كل القيم والمفاهيم التي تتماشى وطبيعة الدين الإسلامي الحنيف. دي كانت مراسم الاحتفال تبعناها مع حضراتكم على الهواء. كل سنة وحضراتكم طيبين، إن شاء الله يا رب يكون مولد نبوي كريم على الناس كلها، على الأمة الإسلامية والأمة العربية وعلى الجموع المصريين يا رب، وعلى مصرنا الحبيبة والمصريين كلهم. إحنا الحقيقة طول الوقت بنبقى بنتكلم عن الحكومة بتعمل إيه أو مقصرة وما بتعملش إيه لخدمة المواطن المصري. برامج الحماية الاجتماعية أو مفهوم الحماية الاجتماعية زي ما كنت بقول في بداية اللقاء النهاردة مع حضراتكم، إنه من المفاهيم اللي مؤخرا بقينا بسمعها كتير من الدولة، تحديدا بتنطلق من منبر التضامن الاجتماعي، وزارة التضامن الاجتماعي. الحقيقة إنه التضامن الاجتماعي بتتكلم على كيف نحقق عدالة اجتماعية بالنسبة للمواطنين، كيف نوفر لهم برامج توفر هذه الحماية الاجتماعية، برامج مختلفة سواء معاشات، سكن كريم، تكافل وكرامة، تأمينات طبعا وغيرها. عايزين نعرف الجديد في هذه البرامج، لازم طبعا هنسأل عن كيفية تعامل وزارة التضامن الاجتماعي مع حادث العريش، حادث بئر العبد، قرية الروضة الأخير. أهالينا هناك بنقدم لهم إيه وحنقدم لهم إيه والخطط المستقبلية؟ تعالوا نعرف أكثر التفاصيل مع ضيفنا الكريم اللي منورنا، الأستاذ حسين الباز، وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم كل المشاهدين، بنرحب بيك في هذا اللقاء. وإحنا في البداية طبعا عارفين أنه مجال الحماية ده من أكثر المجالات اللي وزارة التضامن الاجتماعي أولوية بالنسبة لها. كلمنا أكثر عن مفهوم الحماية الاجتماعية وما يندرج تحته من برامج توفر هذه الحماية للمواطن المصري. بالتأكيد يا فندم، زي ما حضرتك قلتي أن برنامج الحماية الاجتماعية هو من أهم البرامج اللي شغالين عليها يمكن من 3 سنوات. ده برنامج جديد بيعتمد على تقديم حزمة من الخدمات ومن المبالغ النقدية المشروطة للمواطنين في المرحلة الحالية، يعني على أساس أن هم يقدروا يواجهوا بيها الظروف الاقتصادية للدولة بعد الفترة السابقة. الحقيقة البرنامج مرن، والبرنامج بيعتمد على المشروطية، بيعتمد على ميزانية الدولة في توفير مبالغ نقدية بتسمى الدعم النقدي المشروط. الدعم النقدي المشروط بياخد شقين، شق تكافل وده المعني بالأسرة، وشق كرامة ده معني بفرد. الأسرة لازم تكون عندها أبناء من عمر يوم لغاية 18 سنة، بنشرت عليها بعض الأمور عشان تستحق أو الاستحقاق ده يعني يجيب أثره خلال الفترة اللي تقاضى فيها المبالغ دي، إن أبنائها يكونوا منتظمين في التعليم، وده بيحد شوية من التسرب من التعليم بنسبة ما تقلش عن 80% حضور الأبناء، إن الأم نفسها تهدر ندوات صحية في أقرب وحدة صحية، إنها تعمل التطعيمات لأبنائها خلال الفترة اللي هي قبل سن المدرسة. كل ده عشان تاخد الدعم ده. ده عليها أن تستوفي هذه الشروط حتى تحصل على هذا الدعم. والحقيقة ده يعني له شيء إيجابي مردود إيجابي على الصحة وعلى التعليم وعلى الأمية الأبناء وكده. أما بالنسبة للكرامة ده معني بالفرد معاق أو مسن. في مسنين ما لهمش تغطية تأمينية بتجاوز سن 65 سنة. كنت حصل حضرتك تعرفكم للمسن أنه فوق 65 سنة، ده التشريعات كلها بتقول كده. استحقاق المعاش بيبتدي من بعد سن 65 سنة بالنسبة للقواعد التأمين الأهلي أو العمالة اللي هي في المصانع وغيرها. أسألك سؤال هنا معلش يا أستاذ حسين قبل بس أصحاب الإعاقة ما تكلمنا، إزاي بتساعدوهم لو جالك حالة جالكوا يعني كوزارة حالة عندها مثلا 60 62 63 64
يعني هم لسه ما كملش 65 سنة بس هو فعلا محتاج إلى المساعدة، بتعملوا إيه؟ طبعا هو قانون بيقول لكم 65 سنة. لا بالتأكيد في حلول يا فندم، ما فيش حاجة ملهاش حل بالنسبة لبرامج الحماية. طالما هو تحت سن 65 بنحوله لأقرب لجنة طبية على أساس تحدد مدى قدرته على العمل، وهنا بيندرج ان هو من ضمن حالات العجز اللي بتستحق برضه نفس القيمه اللي بياخدها المسن اللي تجاوز ال 65 سنه. فده بالنسبه للتعامل. بالنسبه للمعاق برضه له استحقاق فردي، والحقيقه الاستحقاق الفردي ده بيصرف شهريا عن طريق اليه متقدمه نسبيا، حتى البرنامج نفسه يعتبر بعيد قوي عن النظام الورقي واللجان، لانه يعني بيشتغل من خلال تابلت له برنامج وسيرفر في الوزاره عندنا، بنقدر ان احنا نعمل استحقاق كل شهر، يعني بنطلع الناس اللي هم انضموا جديد للبرنامج. انا برضو عايز اقول لحضرتك ان احنا يمكن تجاوزنا 2 مليون أسرة مستفيدة من برامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة. تكافل وكرامة الاثنين البرنامجين، يعني تكافل وكرامة 2 مليون أسرة، كم مليون شخص تقريبا؟ 7 يعني المتوسط تبقى 5 أفراد في الأسرة، يعني احنا بنتكلم عن حوالي 10 مليون فرد مستفيد من برامج تكافل وكرامة. التارجت بتاعنا ايه المستهدف؟ الحقيقة هو كان يعني المستهدف ان احنا نتوسع اكتر، هنضم حالات من الضمان الاجتماعي لبرامج تكافل وكرامة. البرنامج واخد آلية، واخد دعم كبير قوي من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي الاعتمادات بتوفر من خلال وزارة المالية. احنا متواجدين، طالما في عوز احنا متواجدين على اساس ان احنا نلبيه في الميدان. ليه يا استاذ حسين كتير جدا، حتى انا بتكلم عن اللي احنا بنعدي بيه بنمر بيه هنا في صباح دريم، كتير جدا من اخواتنا وابنائنا اصحاب الاعاقة بيتصلوا يشتكوا، بيقولوا انه ما بيروحوا يقدموا لكن لا ينظر في اوراقهم. بصراحه ده على شقين، سواء لحصولهم على كرامه او اندماجهم يعني في كرامه، او بالنسبه للعمل اللي هم 5% من نسبه العمل. ليه يا فندم؟ موضوع كرامه ده موضوع يعني في منتهى اليسر بالنسبه للمعاقين. طالما معاق او خد نسبه من الكوميسيون الطبي ان هو عاجز عن التكسب اكثر من 50%، ده بياخد بيستفيد من برنامج كرامة. لكن موضوع 5% ده شق آخر، لأنه بيرتبط بأن هم محتاجين يدخلوا في العمل الحكومي أو العمل الأهلي من خلال النسبة اللي فرضها القانون، قانون الإعاقة، أن هم لهم 5% من الوظائف المتاحة. يمكن تأخر توفير وظائف حكومية في الفترة اللي فاتت، لأن الجهاز الإداري للدولة زي ما حضرتك عارفة مختص بالموظف، فهم هنا بيبقى لهم تساؤلات دايما. لكن الحقيقة برضو من خلال برامج الحماية الاجتماعية ده له عندنا يعني حل، لأن احنا أطلقنا من ضمن البرامج المساعدة لبرامج الحماية برنامج اسمه فرصة، وده قائم على توفير فرص عمل في قطاعات كتير قوي بمشاركة صندوق دعم الجمعيات وبرامج الدعم اللي موجودة داخل الوزارة المختلفة، سواء من الإدارة المركزية للجمعيات أو غيرها، أو الجمعيات الشريكة اللي بتوفر أو القطاع الخاص. طبيعة عمل التنسيق يا فندم بينكم، هل ده بياخد وقت؟ هل احنا عارفين ان المجتمع المدني الحقيقة، عشان كده حتى دايما الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني احنا طول الوقت بنطالب ان هم يفعل دورهم في المجتمع وتسهل ليهم الأمور عشان يقدروا هم كمان يقوموا بدورهم في مساعدة المجتمع. لكن التنسيق بقى اللي ما بينهم وما بين حضراتكم في التضامن الاجتماعي ده بيكون ازاي؟ يعني امتى في الكارثه دي مثلا، الازمه الانسانيه دي، امتى بيكون دور التضامن لوحده؟ امتى ممكن المجتمع المدني او الجامعات الاهليه تدخل تسد لوحدها؟ وامتى بيبقى لازم يكون في تضافر لجهود الطرفين مع بعض؟ طبعا المجتمع المدني او الجامعات الاهليه الشريك الاساسي للتضامن الاجتماعي، وحضرتك عارفه ان الدول المتقدمه كلها لازم يكون لها دور بالنسبه للجمعيات والمؤسسات الاهليه. وده بيتحقق الحقيقه عندنا من خلال الشراكه اللي زي ما حضرتك قلتي، في تنسيق تام في الاحوال اللي احنا بنحتاج فيها تدخل من الجامعات الاهليه لمؤازره الجهود الحكوميه. والحقيقه احنا بعض الاحيان مش محتاجين ان احنا نطلب، الجامعات الاهليه هي من تلقاء نفسها بتتحرك، زي ما عمل الهلال الاحمر في بدايات المشكله اللي حصلت في مسجد الروضه. الحقيقه كانت يعني شباب الهلال غطى المستشفيات اللي تم نقل الجرحى لها، فرق الدعم النفسي اشتغلت،
أكياس الدم اللي دم تم الدفع بيها، حتى الأغذية والإعاشة لذوي الجرحى والمصابين، وده تصرف تلقائي تم من الجمعيات اللي هي الكبيرة زي الهلال الأحمر. لكن الحقيقة من أهم الأمور اللي احنا اتفقنا عليها في الاجتماع اللي تم عقد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، ان احنا وجهنا الدعوة لمجموعة من الجمعيات الكبيرة على أساس ان احنا نشوف التدخلات اللي ممكن تتم لاحتواء المشكلة وفق رؤية ان احنا يعني مش هنقدم مساعدات بس، لا احنا عايزين نطور كمان القرية دي، نشوف احتياجاتها، نشوف افرادها محتاجين ايه بالنسبة لفرص العمل او المشروعات التنموية او حتى تحسين بيئة المساكن بتاعتها او ادخال الكهرباء والصرف اللي يناسب المساكن دي في الفترة القليلة اللي جاية وفق برنامج زمني محدد. طيب انا كمان عايز اتكلم عن الاجراءات اللي اتخذتوها بخصوص حادث الارهاب يوم الجمعه الماضي. طيب. اعتقد في اجتماع النهارده ان شاء الله هنعرف تفاصيله، بس اسمحك ناخد بعض الاتصالات الهاتفيه من الساده المواطنين. اتفضلي عشان بقالهم كتير معانا على التليفون. خلوني ابدا بالغربيه باستاذ كمال. اتفضل يا فندم. جمال اتفضل يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كمال حمزه مع سعادتك يا فندم، بقول لحضرتك كل سنه طيبين. طيب بالصحه والسلامه. كنت حضرتك اربع مرات لما اتصلت اخر مره، و22 1 يوم 22/11 وبالتأمين الصحي وما سألش فينا وخد رقم التليفون من حضرتك وما سألش فينا. مين يا فندم كان الضيف؟ مين فكرني بس باسم الضيف. جمال الضيف كان الراجل 22/1 بتاع التأمين الصحي. ما انا يا فندم مش فاكره الحقيقه يوم 22/11 كذا كان ضيف كذا. كان التأمين الصحي. اسم الضيف كان ايه يا فندم؟ مش متذكر اسمه والله. هو كان مدير التأمين الصحي. ما انا ما جبتش مدير تأمين صحي يا فندم في الاسابيع اللي فاتت دي كلها. كان يوم المهم يوم 22/11 كان عيا عن التأمين. طب اؤمر يا فندم طلبك ايه؟ قول لي. قلت لحضرتك ابني عنده سرطان في المخ في جذع. ايوه لا ثواني بقى، مش التأمين الصحي ده كان دكتور لا يا صقر، اعتقد كان دكتور مجدي مرشد اللي تفاعل معاه. انا فاكره صح كان الدكتور مجدي مرشد. ما كلمكش يا استاذ جمال ولا سألوا فينا. وحضرتك لما رحت لما كان عند حضرتك اللواء ناصر، سيادة اللواء ناصر رئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى، رحت له راجل محترم وقابلني محترم باحترام. تمام. ورحت اتقابلت معاه ووصلني في المكان اللي هيشتغل فيه. ابني اشتغل اسبوع واحد وضربوه طردوه. ابني يا فندم بيعامل معاملة خاصة لأنه لا مثبوت تبع الاحتياجات الخاصة ولا مثبوتين تبع أي حاجة ولا عارفين ناخد أي حاجة في الدولة ولا عارفين ناخد تضامن اجتماعي ولا لنا أي قيمة في الدولة. احنا كل اللي بنعمله إن احنا بنعالج ابننا على فقدنا الخاصة. اسمع بس يا شباب. تأمين ما بيساعدناش بأي حاجة نهائي. كل ما نروح زي ما قلت لحضرتك قبل كده نروح التأمين الصحي يقول لك علاج ابنك إبنتين، نروح لورا علاج ابنك بالراحة يا أستاذ جمال عشان أفهمك بس. كل ما تروح التأمين الصحي يقولوا لك علاج ابنك إيه؟ ابنتين ده للتشنجات حضرتك. وابني ما عندوش تشنجات نهائي. ابني كل علاجه ان عنده رعشه في اليد جت نتيجه لان السرطان في جذع المخ بيعمل تاثيرات. طب يعني انت دلوقتي زي ما قلت يومها انت مشكلتك دلوقتي في التامين الصحي توفير الحقن دي لابنك. انا الله يكرمك. ابنك صعب انا فاكره ربنا. أيوة. يا رب حالته من الحالات النادره في العالم يا استاذه منى. حالته من الحاله النادره في العالم. يروح للاورام اشتكى قبل كده في الجرايد ودونا طيب ودونا لمعهد الاورام. معهد الاورام حولنا على معهد ناصر. معهد ناصر القصر العيني دخنا بالاثنين ومفيش. خد بالك بس من حاجه، انا بس عايز اقول لك ان دكتور مجدي مرشد برضه هو يعني هو برضه كتر خيره هو كان عايز يساعد. يعني قصدي اقول هو مش ماسك الجزئيه دي ومش مسؤول عن الحته دي. لكن طبعا انا معاك، كونه وعد على الهوا وقال انا عايز رقمه وانا هتواصل معاه كان المفروض ان هو يفي بوعده. الله اعلم بالظروف ايه، ممكن يكون سافر بعدها او اتشغل. معلش انا هستاذنك. حاضر فاضله محترمه وكل ضيوفك محترمين على العين والراس، بس بنرجو من حضراتكم تفعيل موضعهم. طيب احنا بس ربنا يكرمك، انا بس عايزه دلوقتي اسماء الحقن معاك اساميهم على الهوا عشان حتى لو في حد من اللي بيسمعونا دلوقتي يقدر عنده الحقن دي. انا ما معيش اسمائهم والله، بس طيب. حقنه منهم بتعمل 85 جنيه بياخدها كل يوم، وحقنه بتعمل 45 جنيه بياخدها يوم بعد يوم. وفيه فيتامينات بياخدها عشان تقدر تقوي شويه. حقنه ب 85 جنيه بياخدها يوميا، وحقنه وحقنه ب 45 جنيه بياخدها يوم بعد يوم. بعد يوم لمده قد ايه؟ ده على طول، عشان لانه هو اللي عنده نسبه تجلط على دموي على المخ، فلاذابه التجلط ده اللي نسبه لاذابه التجلط بحيث ان هو عامل له رعشه في اليد ما بيقدرش يمسك اي حاجه بايده اليمين نهائي. معاك الورق، معاك كل حاجه تثبت الكلام ده صح؟ كل حاجه موجوده يا فندم. طيب استاذ جمال، معنى الاشعه نفسها ان اي واحد بيشوف الاشعه نفسها بيتعجب ان ظروف ابني زي دي وازاي مثلا عايش على الحياه، لانه عمل حضرتك
12 عملية وعمل عمليتين في الحل، عملية في الحل لأن كان الحل كان مغلق، ما كانش بيقدر يتنفس بالليل نهائي. لنا ظروف قاسية يا فندم، وما فيش حد بيسأل فينا، اللي بيشوف حياتنا أو بيشوف نظامنا عادي يرمينا في مزبلة يقول له مع السلامة. ليه؟ لأن يقول لك الحالة ديت، وإحنا الحمد لله ابن بصحة جيدة وبيمشي وبيتعافى و... طب استنى يا أستاذ جمال، ثواني يا أستاذ جمال بس ثواني، خلينا ناخد هاتفيا الدكتور وليد شوقي رئيس مؤسسة الدواء للجميع. أهلا بيك يا دكتور وليد. أهلا بيك يا زمونة. أهلا بيك يا فندم، أهلا بيك، بشكرك لسرعة الاستجابة. احنا حالة ابن جمال الحقيقة صعبة جدا، والولد يعني حالته صعبة، والحقن دي محتاجها يوميا ب 85 جنيه الحقنة، وحقنة تانية ب 45 جنيه يوم بعد يوم. تمام. فاحنا محتاجين نساعده يا دكتور وليد، كان معانا ضيف كريم قبل كده يعني وعد انه هيساعده، وللأسف واضح ان هو لم يتواصل معاه. طيب انا هستأذن حضرتك استاذ جمال بعد اذن حضرتك، هستأذنك تاخد الرقم دوت وتتصل بينا بعد الهوا على طول حالا. حاضر. 0000 هتقول الرقم على الهوا؟ ده رقم عشان المؤسسه، عشان حضرتك لو ده رقم المؤسسه، عشان لو اي حد برضو تاني بيسمعنا عنده حاله مرضيه محتاجه. طيب انا بس الفكره ان انا عايزه جمال يوصل لك بسرعه، فلو حضرتك قلت الرقم على الهوا دلوقتي ممكن تلاقي كم اتصالات رهيب، جمال تليفونه يطوف في السكه. يا اما قول الرقم على الهوا وبستاذنك انه جمال تحديدا هديله رقمك يا دكتور وليد، بنستاذنك. حاضر يا فندم. الله يخليك يا رب. اتفضل اتفضل. 0000 0019. ايوه. 3. ايوه. 991 991. برضو عشان المنفعه تعم الصراحه يعني. بالظبط. 0000 19 3991. مظبوط كده. كل من يحتاج الى دواء ومعاه روشته ومعاه من الورق من يعني ما يؤكد ذلك يتصل بالرقم ده. احنا يا استاذه منى بعد اذن حضرتك، اللي معاه لازم يكون معاه تقرير طبي، تقرير طبي، روشته حديثه، وصوره البطاقه بتاع المريض او شهاده الميلاد للطفل لو طفل، شهاده ميلاد او طفل او بطاقه. تمام بالظبط كده. حلو. وطبعا بحث حاله اجتماعيه ده احنا بنقوم بيه لما المريض يجي لنا ان شاء الله. طبعا حقكم بتحتفظوا لنفسكم بالحق انكم تنزلوا وتتاكدوا ان الكلام ده، لانكم بتصرفوا دواء ممكن حد تاني كان اولى بيه، فيعني لا. بالظبط بالظبط يا فندم. طيب وهتدينا وعد على الهوا، والحقيقه احنا يعني لجأنا لك كذا مره قبل كده وعمرك ما سبتنا، هتديني وعد على الهوا انه ان شاء الله باسرع وقت ممكن استاذ جمال هيتصرف الدواء لابنه بعد اذنك. هو يتواصل ان شاء الله دلوقتي حالا على طول، وفي حد في انتظار. الله يكرمك الله يكرمك ان شاء الله هتخلص الموضوع. طيب صقر، احنا استاذنا دكتور وليد انه استاذ جمال ياخد رقمه الشخصي هو. حاضر. اشكرك جزيل الشكر دكتور وليد شوقي رئيس مجلس اداره مؤسسه الدواء للجميع، شكرا ليك، ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. استاذ جمال. طيب. لسه ده الضمان الاجتماعي، لسه الضمان الاجتماعي. طب خلاص، طب الدواء كده خلاص تمام؟ الله يبارك فيك. ايوه الدواء تمام. اتفضل قول لي بقى عايز ايه من التضامن الاجتماعي؟ اتفضل. التضامن الاجتماعي حضرتك ابني مش داخل مظله التضامن الاجتماعي. رحنا تمام الله يبارك فيك ربنا يحفظك. رحنا عشان التضامن الاجتماعي بالمحله، قال لك الموضوع طبعا مقدم بقالي 6 شهور او سنه في التضامن الاجتماعي، فعلشان يبعتوا لنا ما حدش سال فينا، فجاه قالوا لنا تعالوا اتفضلوا علشان التضامن الاجتماعي اتغير. ولازم تتصل بالتليفون ده، بتصل بالتليفون اللي هم بيدوه لاخر 700 بقالي 10 ايام النهارده، ولا ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور، محدش يسال فينا خالص. تيجي حضرتك تتصل يقول لك عائد المحاوله مش عارف، يضغط على 0 يضغط على 9 وبي يضغط على 9، طول النهار قاعدين فاضيين للتليفونات دي ومفيش حد بيسال فينا، لا ضابط تضامن اجتماعي ولا تامين صحي ولا اي حد بيسال. ثواني ثواني بس، خلاص جمال، استاذ جمال انا بحاول اساعدك على قد ما اقدر، بس احنا معانا كمان ناس تانية كتير عايزه تتكلم، ثواني بقى نسمع رد الضيف الكريم. اتفضل يا استاذ حسين. هو الحقيقه من ضمن القواعد بتاعه الاستحقاق ان هو يجيب تقرير من اللجان الطبيه المتخصصه. احنا استحدثنا اليه جديده عشان السهوله مع المواطنين، لكن انا هدرس حالته. تمام. على وجه الخصوص المفترض ان هو بيتصل برقم مختصر بيحددوا له معاد. رقم هو مش عارف يا فندم في الحاله دي حضرتك بس يتوجه. احنا بس نظرا لصعوبه مرض ابنه. تمام. رجاء تتولى المهمه دي بنفسك ان شاء الله يا استاذ جمال. ان شاء الله بالتواصل مع مدير مديريه الدواء ندي لك رقمه بعد الهواء ان شاء الله يا فندم. طيب انت سبت رقمك يا جماعه، رقمه معانا يا شباب. يا شباب. طيب بص يا جمال، استاذ جمال بص يا استاذ جمال اسمعني بس اسمعني دلوقتي حضرت. احنا بعد الهوا هندي رقمك لاستاذ حسين وهو مشكورا هيكلمك. الحاجه الثانيه بقى
ان انا عشان قلت لك انا هدي لك رقم دكتور وليد، لا هو دكتور وليد دلوقتي من زمايلي اخذ رقمك وهيتصل بيك حالا بعد الهوا، اول ما تقفل هتلاقيه بيكلمك. انا مصر على حضرتك لان حضرتك سيده فاضله. ربنا يكرمك يا فندم، ربنا يكرمك والله. وعارف ان انتوا ما بتضيعوش الناس، والله انا عارف ان انتوا ما بتضيعوش الناس، وتورى المشكله ما تخلصوها. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. شكرا ليك ويطمن قلبك على ابنك يا رب. شكرا لزمايلي كلهم، شكرا يا شباب، ربنا يبارك لكم جميعا واحد واحد. مين معانا؟ طيب نسال بس كده في بعض النقاط، الحالات دي بصفه عامه يا استاذ حسين بتتعاملوا معها ازاي؟ الحالات دي كانت بتروح بدل المواطن يقول لك الحاله بحصل حاله ما نزلش عندي او اتاخر او جم، لسه كنت بقول لحضرتك قبل الهوا على طول على حاله كده برضو. تمام، بتتعاملوا معاها ازاي؟ هي حالات العجز والاعاقه كانت قبل كده بتوجه للجان الطبية، وممكن كانت تتأخر بالشهور على أساس أنها تلاقي الفرصة لتوقيع الطب الكشف الطبي عليها. لكن الحقيقة اتعامل بروتوكول مع الصحة وشلنا آلية الورق دي خالص، خلينا المواطن يتصل برقم مختصر بيتحدد له الميعاد، وبتوصل النتيجة عن طريق الشبكة من التأمين الصحي أو اللجان الطبية للوزارة لمنع أي مجاملات أو أي شيء. والمفترض أن الآلية دي سريعة، لكن انا هدرس الحاله اللي اشتكى من تاخر عرضه على اللجنه الطبيه. تمام، لان طيب. مش ده الهدف، الهدف ان احنا نكون اسرع شويه في كده، ويبقى في تيسير اكتر يا فندم على المواطنين، لانه يعني الاب اللي ابنه مصاب بسرطان وسرطان كمان من النوع العنيف ده يعني صعب عليه جدا نفسيا وماديا. تمام، لما الدوله هنا بتسد شويه وبتساعد وبيبقى في تسهيل لاجراءات الراجل، انا نفسي يبقى الناس دي، الناس اللي زي حاله استاذ جمال، وفي على فكره منها مئات الالاف وحضرتك اكيد عارف. تمام، نفسي يبقى ليهم مش عارفه بقى اسمها ايه، شباك واحد ليهم هم، يروح يقول انا ظروفي 1 2 3 4 الحالات اللي يخلص له، لو محتاج بطاقه تموين تخلص له، لو محتاج التكافل او هيدخل في تكافل او تخلص له، لو علاج وتامين صحي يخلص له. نفسي ده اتجاه التضامن فعلا، انها تعمل تشبيك مع الخدمات كلها، وده يمكن حاصل على مستوى البطاقات بتاعه التموين، ويمكن بالتاكيد كل الحالات. والله انا بقول دي امنيه عندي، انا كل الحالات الضمانيه يا فندم، كل الحالات الضمانيه بيتم توجيهها لاقرب مكتب تموين على اساس تدرج لو ما كانتش بتاخد بطاقه التموين. بالنسبه للتامين الصحي يمكن الشراكه بيننا وبينهم من بدري، لان المستند اللي بيجي من اللجنه الطبيه هو مستند الاساس اللي بتتبني عليه الحاله اللي بياخد الاستحقاق بتاعه من الدوله. لكن لو في بعض التاخير لا مؤكد احنا يعني ندخل ونشوف مع المواطن ايه السبب ونحاول نحلها ان شاء الله. اشكرك يا فندم. طيب نرجع بقى لاجتماع النهارده، معلومات بتقول ان النهارده عندكم اجتماع مهم جدا لبحث يعني طرق المساعده لاهالينا في بئر العبد في الروضه، قريه الروضه. ايه المحاور؟ هنشتغل على ايه؟ هل صرف مبالغ ماديه فقط؟ هل تعمير، اعاده تعمير وبناء؟ يعني كلمني على الموقف يا فندم، لانه مش عايزين يا جماعه فكره انه عدى يومين على الحادثه، بعدها 3 ايام على الحادثه، بعدها اسبوع على الحادثه، ننسى. هنفضل كده وهنفضل ورا الحكومه ومعلش ورا حضراتكم لغايه ما نعرف بنعمل ايه لاهالينا هناك. الحقيقه ملفات التضامن ليها استمراريه، لان احنا معنيين بالمواطن البسيط او الفقير او اللي هو واقع تحت العوز. الموضوع لقى اهتمام كبير جدا من معالي الوزيره بالنسبه للتدخل السريع، قدرنا نحرك بعض القوافل اللي هي قدمت مساعدات غذائيه في الفتره اللي فاتت. وفي اليه ان المساعدات دي تاخد مدى زمني وصل لثلاث شهور لغايه ما الحاله تستقر، في تعاون مع محافظ الاقليم ووفر مخازن بالفعل. محافظ شمال سيناء؟ شمال سيناء، وفر مخازن بالفعل في بير العبد، وده اللي فادني بيه مدير المديريه على اساس ان المساعدات اللي تيجي تكفي الاحتياج والمتبقي بيبقى متخزن تحت التوزيع. مساعدات ايه يا فندم؟ بطاطين، مواد غذائيه، ادويه، ايه نوع المساعدات؟ كل ده مع بعضه حضرتك، البطاطين والحاجات اللي محتاجينها، المأكولات، حتى العلف الحيواني هيبقى له موجود عشان المواشي هناك يعرفوا يستخدموها، عشان المواشي بتاعت الناس الغلابه. ده بالنسبة للتدخل اللي هو يخص التغذية المناسبة، لكن معالي الوزيرة الحقيقة فتحت محاور كتيرة جدا المفروض ان احنا هنساعد الناس عليها. طلبت ملف كامل لكل أسرة بيحتوي على
ايه هي خصائص الأسرة، افرادها، تعليمهم، اعمارهم، نوعهم، التأمينات. حتى هي في مبادرة كريمة من معالي الوزيرة، المقترض من بنك النصر هيعفى تماما. في آلية للتعاون مع الوزارات المختلفة اللي يعني بناء عليها أكتر وزارات كنتوا محتاجين تنسقوا معها في حادث التدارك تداعيات الحادث الأخير ده كانت مين؟ بالتأكيد وزارة العدل، وفي يعني مبادرة كريمة إن هم إن شاء الله يطلعوا حاجة اسمها إعلام الوراثة بسرعة طبعاً، لأن إحنا هنصرف مبالغ كبيرة. أنا كان معايا أحد شيوخ السواركة، قبيلة السواركة طبعا هناك في شمال سيناء، الشيخ مصطفى الحوص، كان بيقول لي يعني ما تخصصش لغاية دلوقتي يا أستاذة منة، لغاية الكلام ده كان أول امبارح، أول امبارح كان بيقول بصراحة، كان يوم الحد الكلام ده، بيقول يعني احنا لغاية دلوقتي ما تقلش للأهالي انه هتخلصوا إجراءات اللي هو استخراج شهادة الوفاة والحاجات دي كلها وإعلام الوراثة والكلام ده منين، أو هيعملوا إيه؟ مفيش. طب الست البدوية بقى اللي ما عندهاش خبرة في الحياة، ما خرجتش تتعامل مع الناس برة، وفقدت مثلا زوجها ولا أبوها ولا ابنها في الحادثة دي، تتعامل إزاي بقى؟ هنا دور الوحدة الاجتماعية. احنا لينا وحدة اجتماعية داخل القرية، في تكلفات محددة للباحثين اللي طلعوا جابوا بيانات الأسر دي، وهيتعرض في اجتماع النهاردة النتيجة التحليلية بتاعة الخصائص بتاعة الأسر دي، وإيه الإمكانيات اللي عندهم، إيه الخدمات، طبيعة بيوتهم. في مجموعة من التدخلات هتتم خلال مدى الزمن القريب، لكن احنا بنتكلم على السيدات اللي هي محتاجة، والآلية لا، الاعتماد موجود، تم ضخ مبلغ يناسب التعويضات اللي قال عليها فخامة الرئيس، لكن هي الإجراءات اللي احنا مستنيينها سرعة صدور إعلامات الوراثة على أساس ان احنا ندي للناس الحقوق بتاعتها. أما بالنسبة للمصابين ما عندناش عائق، هنبتدي فورا الصرف للمصابين لأن المصاب موجود، وحتى لو تأخرت حالته شوية ممكن ان احنا ننتظر لغاية ما يتعافى. أنا عايز أسمع كلمة وأنا واثقة انها لو طلعت من حضرتك هتكون كلمة حقيقية، ليس فقط للإجابة على سؤال مذيعة في التلفزيون يا فندم. هل الست البدوية المصرية هيتم توجيه الرعاية ليها اللازمة في كل ما تحتاجه، طلباتها، مستلزماتها، ورق تخلصه زي ما حضرتك قلت، محتاجة دواء، محتاجة مية، بتاع بشكل أدق وأهم، يعني هنديها أولوية في سينا في هنا في المهمة في الروضة؟ المهمة هنا على عاتق اتنين، اللي هي الوحدات الاجتماعية، وطبعا الأخصائيين الاجتماعيين مؤهلين للتعامل مع حالات زي كده، وده تبعكم، زائد المجتمع المدني. الحقيقه الاجتماع بتاع النهارده المواطن المصري يا استاذ حسين ما يعرفش المجتمع المدني، يعني هو يسمع على الاورمان ومصر الخير زي الفل، بس هو بالنسبه له تضامن اجتماعي. ايوه فعلا، هو بالنسبه له وزاره التضامن. لا احنا منسقين مع الجمعيات، في ادوار ومهام لكل جمعيه، في جمعيات من المجتمع المحلي مدايه الاجتماع النهارده هي هتبقى الاداه بتاعتنا. في الباحثين الاجتماعيين اللي موجودين في اقرب وحدات ممكن يتدخلوا عشان خاطر يقدموا، وده اللي حصل حضرتك، فريق العمل خد يومين اتمكن فيهم من تجميع قاعده بيانات كل الاسر المضاره، وحاليا شغالين بيبوبوا البيانات على اساس تتعرض في الاجتماع اللي ان شاء الله اخر اليوم مع الجامعات الاهليه، وهتبقى من الاجتماع ده تكلفات محدده للكيانات سواء الحكومية أو المجتمع المدني اللي هو بيشاركنا الحقيقة من أول الموضوع. طيب احنا اتكلمنا على الحماية الاجتماعية ومن هم تحت مظلة الحماية الاجتماعية، ماذا عن من هم خارج هذه المظلة؟ الناس اللي ما عندهاش تأمين اجتماعي، الناس اللي البرامج اللي حضراتكم بتوفروها دي مش تحتهم، بس هي ناس محتاجة، فلا عارفة تاكل كويس، ولا عارفة تعلم ولادها كويس، ولا عارفة تتعالج لما تتعب، يعملوا ايه؟ يروحوا لمين ويعملوا ايه؟ طبعا الحماية الاجتماعية بتقدم او بتستهدف بعض الفئات اللي هي دخولها مش مكفياها، وفي نقاط بتطلع من خلال البحث الاجتماعي، يعني حالة المسكن وعن الدخل وانتظام عمل رب الأسرة او عجزه عن العمل اساسا. فالمستهدف في فئة معينة، اللي بعد كده حضرتك احنا اسف مستهدفين ان احنا نوجه لهم برامج تنموية. احنا عندنا جامعات كتيرة جدا شغالة في مجال التنمية الاقتصادية، بتتيح قروض بمعدلات فايدة قليلة جدا، بتتيح التدريب على مهن معينة من خلال برامج تدريب، بتتيح التسويق من خلال المعارض سواء الإقليمية أو المعارض الدائمة في المحافظات. ده مفهوم الأسر المنتجة عندنا. نعم. ده اللي احنا شغالين عليه في خلال الفترة اللي فاتت،
بنعظم دور الجمعيات الأهلية اللي هي بتقدم خدمات التمويل للمشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر، بحيث المواطن أو الأسرة أو ربة المنزل لو محتاجة مبالغ بسيطة جدا عشان تعمل مشروع من خلال بيتها أو من خلال محل صغير أو شراكة حتى ما بين مجموعة شباب، بيلاقوا التمويل ده. الحقيقة في تنامي في موضوع تقديم القروض الأسر المنتجة، وجمعيات كتيرة قدرت أنها تجيب تمويلات من خلال بنوك أو من خلال الصندوق الاجتماعي، وبتشتغل بيها على الإقراض في الريف وفي الحاضر. طب اسمح لنا ناخد برضو إيه اتصال من المواطنين برضو كده نشوف المواطن عايز يقول إيه لوزارة التضامن الاجتماعي. أستاذ إسماعيل نعيم من الشرقية، تفضل يا فندم. السلام عليكم يا أستاذ أمن. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لقبتك بألقاب قبل كده كتيرة، يعني في سن والدي، بس لقبتك بألقاب كتيرة فمش عارف لقبك بإيه تاني، مش عارف، مش كايلك لقب تاني بصراحة، ما عرفش أقول على حضرتك إيه بالظبط والله. ربنا يكرمك ربنا، والله العظيم ما سمع، أنا فاكراك بتقول بتصل بأرقام كتير فمش لاقي أرقام لا تاني لا. فقلت أرقام لا. إيه لكن اقدر اقول في كلمتين صغيرين كده، لو ان انا والله انا بحاول اتصل بك بقالي كام يوم، في كان كنت سمعت شعر من زمان قبل ما اطبع المعاش، يعني كده واحد بيتكلم عن شخصيه زي حضرتك كده، طب يقول لها ايه؟ يا حبذا الاحياء منك ما دمت حياه، ودي منطبق عليك، يعني يا بخت الاحياء بك طول ما انت عايشه. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، لا انا مش هعرف اتكلم كده. لا لا والله حضرتك بصي تجاوز الموضوع خالص، وقال حاجه بقى لا العقل ما يذهل، ويا حبذا الاموات منك اذا ضمك القبر، يعني بعد عمر طويل يا بخت الاموات اللي جنبك كمان. لا لا الموضوع فهو منطبق عليك بصراحه. والله ما عارفه اقول لك ايه، كتر الف خير، انا مش لاقي كلام اقوله. لا 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 ده كلام كبير عليا قوي، بتسلم. ما انا لقبت حضرتك قبل كده بعروس الاعلام العربي كله. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. انا ليا شكوى بقى عند حضرتك، انا راجل على المعاش وراجل غلبان والله، بس يعني ليا شكوى عند لحضرتك للاستاذ الجميل اللي معاك، الاستاذ حسين الباز، وكيل اول وزاره التضامن الاجتماعي، اتفضل. والله انا راجع على المعاش وكان جالي ابن طفل كده عنده 6 سنين، هو دلوقتي كان عنده اعاقه وعملنا له التكافل والكرامة ده فعلا والحاجات دي. في عندنا جمعية حضرتك باختصار خالص، جمعية مشهرة برقم 2963 سنة 2013 ورقمها معايا. المدام راحت الجمعية عشان تطلب منهم مساعدة، طلبوا منها أوراق ودت لهم الأوراق حلو، وبعدين المهم اتباعت 200 دواء كده عشان هو لسه بياخد دواء لأنه يعمل عملية تصليح للسكر. هو عنده 6 سنين، إيه نوع الإعاقة اللي عنده؟ حضرتك بصي كان عنده لينا عظام من الدرجة النادرة، هو هيعمل عملية بس لما يخش على 7 سنين كده علشان يستحمل البنك رجليه هتتصلح. رجليه يعني الإعاقة في رجله؟ هتتصلح يعني ماشي. يعني بعد بس لازم يكمل 7 سنين ماشي. طب ياخد علاج مستورد، وكان في مشاكل كتير على موضوع العلاج ده لدرجه ان انا بقيت اخد يعني الاستاذ حسين لو ياخد رقم معاشي هيعرف انا واخد قروض من بنك ناصر تقريبا بالمعاش كله تقريبا. طيب زوجة حضرتك راحت الجمعيه الاهليه شرحت لهم الحاله، ادوا علبتين دواء. جمعيه كده عندنا في الجديد في قدام مسجد النهضه بجوار الكوبري اسمها الحصاله، هي رقم مشهره برقم 29. المهم حضرتك هناخد منك بعد الهوا تفاصيلها عشان الاستاذ حسين يبقى عارف. حلو، عملوا ايه بقى؟ ادوها علبتين دواء وبعدين علبتين دواء وبعدين قالت لها بس هاتي لي بقى ايه الحاجات اللي الديون اللي على المعاش بتاع جوزك، وهاتي مش عارف بتاعت مفردات المعاش بتاعته، وجابت لها الحاجه. فكان في كده عليها دين لواحد كان زميلي في الشغل كان حوالي 2000 جنيه ونص حاجه زي كده، تقول لي هسددهم. كلمت الراجل حضرتك شوفي بقى في حاجه غلط، كلمت الراجل واتفقت معاه انها تديله على اخر الشهر، الراجل تقريبا كلمها قال لها يا ستي مش عارف ايه، هو كلمني. المهم قالت له لا بص روح اشتكيها. الله، فراحت طالبه قالت لها لا اصل انا معيش الا 500 جنيه بس، مش حضرتك كل ده 500 جنيه بس. طيب حضرتك يا ستي البنت اللي ماسكه هي ووالدتها اللي ماسكين الجمعيه، هاتي الفلوس هاتي لي الورق وانا اوديه جمعيه ثانيه. بتقول لها الورق راح مصر، والله يا استاذ حسين انا عايز اعرف الورق اللي راح مصر راح فين؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟
وبعدين هي الجمعية أصلا الست اللي في الجمعية ولا البنت وهي والدها هم مالهم يكلموا ليه الراجل اللي حضرتك عند عليك فلوس ليه؟ مش فاهمة. هي قالت له قالت للمدام قولي لي على الراجل وانا اتفاوض معاه. فتفاوضت معاه كانوا 2500 مثلا خلتهم 2000 والراجل زميله طيب يعني بس هو كان كتب انا اللي طلبت منه يكتب الوصل بصراحه. المهم طبعا اتفاوضت معاه نزلهم لها طيب حصل بقى فالمدام ما اشتكت عملت شكوى كانت يعني كلمت حد في الاموال العامه حاجه زي كده وبعدين حد كلمها بصفه وديه قالت لها بقى روح مش مدياك ورق ما فيش ورق بتقول لها طيب. الورق بتاع انت دلوقتي طلبك ايه من وزاره التضامن الاجتماعي عشان احنا معانا وكيل اول الوزاره استاذ حسين الاستاذ حسين يقول لي على انا عايز اي مساعده عشان اقدر اواصل مع يعني معاش كل ما بتزنق بروح اخد قرض فعايز اي حاجه مساعده لاكمل بس يعني الاشهر اللي جايه لحد ما ابني يعمل العمليه ان كان فيه وبالنسبه للجمعيه ديت انا بشتكيهم لان انا فهمت منهم بياخدوا الورق ده حضرتك وتقريبا بيسحبوا من الناس الممولين لهم فلوس على حساب الورق ده وبعدين في الاخر يديك علبه الدواء ولا بتاع اصل هي تمسكها بالملف انا الله اعلم انا مش قصدي الجمعيه دي انا بتكلم عموما تمسكهم بالملف بالورق ان هم ما يرجعوهوش تاني ده اكيد ليه سبب يعني احسنتي ايوه بقول بتقول لها ليه يا بنتي ما انت لسه ما اديتنيش حاجه انت اديتيني علبه الدواء العلبه وبعدين حجم صغير ب 65 جنيه ماشي ماشي يا استاذ نايم حاضر فمالك واخده المديري استاذ لا استاذ منى ان انا هسددك القروض حاضر وصلت انا بس رجاءا رقمك لازم تسيبه مع زمايلي ما تقفلش غير لما تسيب رقمك الموضوع ده على فكره سمعت عنه قبل كده موضوع الجمعيات اللي بتاخد الورق اللي فيه تقارير الطبيه وكشف الحاله والحاجات دي كلها عشان على حس الورق ده تلم تبرعات تانية هي الحقيقه في بعض الجمعيات بتشتغل في مجال سداد الديون الغارمين والغارمات طبعا المفترض طبعا الشفافيه الكامله في عملها بس خلاص هم اختلفوا مع بعض والناس طلبوا الورق بتاعهم ليه ما ياخدوهوش طبعا هيتحرك الموضوع ما هيتم تكليف وكيل الوزاره المختص ان شاء الله ينزل ميداني يفحص ويشوف الاسباب ايه وطبعا هيتكلف ان هو يرعى الحاله على حسب الوضع يعني نفس المندوب اللي حضرتك او الشخص الفاضل اللي حضرتك هتكلفه ان شاء الله انه ينزل يشوف الجمعيه دي ايه حكايتها وليه الورق مش بيرجع تاني لاصحابه هو كمان هيتواصل مع استاذ نعيم وزوجته يشوفوا حاله الولد ووسيله للمساعده بالظبط حضرتك الله يخليك الله يخليك يا فندم الله يخليك يا رب طيب العماله غير منتظمه من الموضوعات والمصطلحات اللي بتقرقنا قوي بتتعامل معاهم ازاي طبعا هم دول يمكن اول فئات الاستحقاق في برامج الحمايه الاجتماعيه تكافل وكرامة من اهم شروطها ان فعلا يكون بيشتغل بشكل غير منتظم ما فيش تغطيه تامينيه له الحقيقه يمكن قاعده البيانات اللي عندنا بتوضح ان عددهم كتيره في مناطق معينه اللي هي مناطق الصعيد اللي هي فيها اكتر فئات الاستحقاق واللي اشتغلنا فيها يمكن بدري من سنتين حلو الحقيقه ده شغالين عليهم على اساس ان احنا بنوجه لهم برنامج جديد اسمه برنامج فرصه، ده اللي قائم على تعاون الجمعيات الاهليه والقطاع الخاص والدعم اللي جاي من برامج الحمايه ان احنا نعمل لهم حاجه اسمها ملتقيات توظيفيه. الحقيقه بيتم اعداد الملتقيات بعد حصر الجهات اللي عندها فرص عمل سواء في الجمعيات او غيرها. وبيتم توجيه الشباب دول والحقيقة لهم جهد ابتدى يظهر في مجال تلبية احتياجات المصانع اللي موجودة في المصانع اللي في العاشر من رمضان أو السادس من أكتوبر أو غيرها كل المناطق الصناعية الحقيقة دول محتاجين فعلا عمالة بيدربوها وبيلحقوها بالعمل وهي مدربة بتشتغل على طول أنا بحس أحيانا يا أستاذ حسين إن إحنا عندنا مشكلة شوية في اوصل الشباب اللي عايز يشتغل للناس اللي طالبه شغل ازاي تمام انا عارفه ان عندي ملتقيات توظيف بقت كتير قوي وزارات كتيره جدا دلوقتي بتعمل ملتقيات توظيف وشركات بتعلن وكده بس برضو احيانا بلاقي شباب عايز يشتغل بس مش عارف يروح فين الاختلاف عندنا ان احنا عارفين مين هم دول وقاعدين فين وفي اي قريه لان الشبكة المعلومات اللي عندنا أو قاعدة البيانات سرية جدا بكل ما هو متعطل المطلوب حتى محو أميتهم اللي هم
في مراحل التعليم اللي عندهم امراض غير كل ده قاعده البيانات موجود. حل. بيتم التواصل معاهم لان احنا عارفين هم فين، الملتقى التوظيفي بيتم استدعاء الناس دول او اذا كان حد منهم التحق بعمل او غيره احنا بنتابعه. بتوجهه كمان بالظبط توجيه ومتابعه بعد كده بالظبط. طيب استسمحك ناخد بس استاذه ميرفت على التليفون. استاذه ميرفت السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا بنتي عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين، اتفضلي. تسلم. حضرتك انا والدتي كانت بتاخد معاش بتاعها وتوفت من 3 اشهر. البقاء لله وحده، ربنا يرحمها يا رب. الله يخليك، تعيش تعيش يا بنتي. فلما رحت عشان اعمل التصفيه انا واختي لقيتهم كانوا حاطين الملف بتاع مامتي على رقم تأمين حد تاني. وموقفهولي من 3 اشهر يعني طبعاً. ده من شهر 9 طبعا. وكل وهو معاش والدتي اللي كانت بتشتغل يعني مش وموقفهولي وقعدوا يودوني هنا وهنا وهنا لمده 3 اشهر والموظفين اللي موقفينه ما يعرفوش اللي جواه، عرفوا ان التسويه اتعملت اصلا على تاريخ غلط يعني ما اقدرش اقول الموضوع كبير قوي لدرجه ان انا 3 اشهر بالظبط. طيب. ما الموظفه ما بتفتحش الملف ولما جالها وتصلح لما وعد ربنا يا رب يجازيه من الموظفين خد الملف عمله لي في يوم واحد في يوم واحد وراح موديه له قالوا لها طب خليها اصرفي لها حتى المتجمد مع ارتفاع مع المدير قامت هي راحت ركناه كل شويه تقول لي اسبوع 3 اسابيع وهي وظيفتها بس ان هي تعمل ده في شرق القاهره عند ابو غزال. طيب شرق يعني غير طبيعي وعايزاني استنى اكتر من 3 اشهر ده لا 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 هو هي دي مشكله ورق اعتقد ان دي مشكله ورق بس هتتحل على طول ان شاء الله. استاذ حسين هستاذن حضرتك طب الله يكرمك يا رب. ميرفت ميرفت اوعي تقفلي غير لما تسيبي رقمك وبعد اذنك على الاسبوع الجاي كده تكلمينا تقول لنا عملتي ايه لان انا واثقه ان استاذ حسين ان شاء الله مشكورا كتر خيره هيخلي حد يخلص لك الموضوع ان شاء الله فهمت. باذن الله شكرا ليك يا ميرفت. انا رجع لي تاني اتصل بينا الدكتور وليد شوقي رئيس مؤسسه الدواء للجميع. دكتور وليد اهلا بيك يا فندم اتفضل. اهلا بحضرتك. احنا تواصلنا مع استاذ جمال اللي كان مع حضرتك على الهواء اللي ابنه مصاب بالسرطان ومحتاج الدواء. احنا تواصلنا معاه وهو مش عارف اسم الدواء خلاص ومش معاه روشتة فهو هيجهز الورق ويجيبه لنا. هيجمع الورق ويجيبه لحضراتكم. انا بس حبيت اعرف هيك ان احنا تواصلنا معاه مباشره اول ما قفلنا معاه. مش غريبه عليكم يا دكتور وليد بجد. ربنا يخليك يا فندم والله يعني اسال زمايلي انا دايما لما في تبرى الهوا يعني لما بنبقى في حالات كده عندنا وبنكلم حضراتكم بقول لهم يا ريت ناس كتير قوي زي مؤسسه الدواء للجميع ودكتور وليد والناس اللي معاه حقيقي كتر الف خير. الله يخليك الله يخليك يا فندم. بشكرك انك كنت مهتم انك تتكلم وتوضح ده. بشكرك الدكتور وليد شوقي رئيس مؤسسه الدواء للجميع. اذا دكتور وليد تواصل بالفعل مع استاذ جمال المتصل اللي ابنه مصاب بالسرطان يا رب يشفيه يا رب ويشفي كل مريض وهو الاب ما عندوش لا اسم الدواء ولا معاه روشته فقال ان هو هيجمع الورق كله ان شاء الله ويروح لدكتور وليد شوقي. الحاجات بقى اللي زي ميرفت الورق اللي انا حاسه انها يعني لخبطت ورق بس برضو في حته تعمد من موظفه هنا يعني يعني الراجل اللي زميلها الموظف قال دخلها بالملف وقال لها صرف لها حتى المجمد وبتاع كمان اسبوع كمان شهر الناس محتاجه الفلوس يعني. بالتاكيد يا فندم هو يمكن المشكله دي بتخضع لقطاع التامينات وده قطاع يعني شقيق بتشتغل بيه الوزاره مسؤول عن الحالات التامينيه سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص. الحقيقه هيتم برضو التعاون مع قطاع التامينات على اساس نعرف ايه الاسباب وممكن جدا يكون اللي بيحصل ده في صالح المواطنه ان هم بيجمعوا الاستحقاق بتاعها لان طبعا حضرتك عارفه ان في صاحب معاش وفي مستحق معاش. هو الامر بيحتاج بس بعض الدراسه وان شاء الله يتصرف في توقيت مناسب باذن الله. اخد فايزه من الشرقيه اتفضلي يا فايزه. مدام منه صباح الخير حبيبتي اتفضلي. صباح النور. لو سمحت انا عايز اسالك على حاجه مالهاش علاقه بالموضوع ده النهارده. اتفضلي بس يعني سريعا عشان وقت الفقره. لو سمحت عايز اسالك على موضوع اللي هو القرض ده الخمسه بتاع البتلو. القرض الايه؟ البتلو؟ طيب حاضر عايزه معلومات عنه؟ بقاله فتره يعني ومفيش عايزين تعملي حلقه ما بقاش في صرف. طيب حاضر. طب بصي يا فايزه
سيبي رقمك مع زمايلي عشان احنا ممكن خلال اليومين الجايين دول ان شاء الله نعمل حاجه على الموضوع ده، لان كده كده عندنا ملفات كتيره. حاضر. كده كده انا عندي ملفات كتيره في وزاره الزراعه عايزين نفتحها. سيبي رقمك يا شباب والنبي، يوم ما نفتح الموضوع بتاع القرض نكلم فايزه على الهوا، يبقى الضيف المسؤول اللي معانا تساله زي ما هي عايزه. حاضر، سيبي رقمك بس يا فايزه. شكرا ليكي. معلش انا عايزه ارجع تاني لاصحاب الاعاقه والمسنين، ما انا عارفه حركه اتكلمت عنهم بس انا الفئتين دول اكتر ناس في الدنيا بتهمني، يعني اللي عنده اعاقه ده يعني حياته صعبه. تمام. والمسن برضو يعني يحتاج الى، احنا معانا شباب الاتصال، جبنا الاتصال يا شباب الخبر. طيب ماشي. المسن ايضا بيحتاج الى طبعا رعايه واهتمام. ازاي بتتعاملوا يا فندم معاهم؟ ايه الحمايه اللي بتقدموها للطرفين دول؟ ايه الورق اللي بيبقى مطلوب منهم؟ وايه اوجه الرعايه اللي بتقدموها؟ لو ابتدينا بالمعاقد، ده طبعا يمكن من اكبر القطاعات اللي الوزاره بتهتم بيها، ويمكن اهتمامنا برضو بان احنا نوفر لهم خدمات، مش بس الدعم النقدي اللي هو برامج الحمايه تكفل وكرامه، لا لهم استحقاق تاني عندنا. من اهم الامور التنظيميه عندنا ان احنا موفرين في كل المحافظات وفي كل المدن مكاتب للتاهيل. المكتب ده بيتوجه له المعاق على اساس ان هو ياخد حاجتين، يا اما بطاقه المعاق يا اما بياخد شهاده تاهيل على عمل معين بتتيحه ظروف اعاقته، اذا كان معاق بتر او غيره من الاعاقات او كف بصر او غيره. الحقيقه له حق على الدوله ان هو ياخد حاجه اسمها شهاده تاهيل. بعد طبعا عرضه على القمصان الطبي واجراءاتها مبسطه جدا، وبياخد الشهاده دي اللي بتتيح له امتيازات الدوله بتتيحها في حالات الخدمات الخاصه بالمعاقين، زي التوظيف او ان هو المساكن بتاعتهم بتبقى الدور الارضي او غيرها من الخدمات، او تخفيضات في بعض الدور السينما او في المواصلات او غيرها. ده بالنسبه لخدمات مكاتب التأهيل. الحقيقة في قطاع، ثانية واحدة، بالنسبة لأصحاب الإعاقة في حاجة ليها علاقة بالعلاج الطبي؟ في يعني حالات كتيرة جدا بتحتاج لعلاج. الشق اللي أنا كنت عايز أتكلم فيه، لأن إحنا لأنه لغاية قريب كنا بنتعامل مع العلاج الطبي ده إنه حاجة رفاهية، يعني حاجة أوبشن. أيوه فعلا. لكن الحقيقة إن في كتير من الإعاقات هي ملهاش علاج إلا العلاج الطبيعي. أكيد أكيد يا فندم، في مراكز تأهيلية مخصصة للمعاقين، ويمكن منتشر على مدى الجمهورية، منها ما هو كبير وعملاق بيخدم أكتر من محافظة، زي المراكز التأهيلية، بيبقى جزء كبير منها خدمات العلاج الطبيعي وعلاج بعض المشاكل التأهيلية. بيبقى في أطباء عظام وأطباء أخصائيين علاج طبيعي بيعملوا الأمور دي بشكل ميسر وبتكلفة بسيطة جدا تتناسب مع دخل المعاق. الحقيقة المراكز التأهيلية دي ثبت نجاحها ومنتشر عندنا سواء في العاصمة أو في باقي المحافظات. الدولة بتديها دعم دوري كبير عشان تستمر في عملها. حتى الجهاز الوظيفي، لان من غير الدعم ده يا فندم هي قد تكون مهدده بالتوقف على العمل، عدم القدره على العمل، هتضطر تقدم خدماتها بسعر السوق، وده طبعا يعني طبعًا مكلف شويه. بالنسبه دعم محتاج دعم. لا الحقيقه الدعم ده اتجاه طبعا وزاره التضامن، انها مشروعاتها تقدر توصل بسعر مناسب للمواطنين من خلال جمعيات اهليه بتدير المؤسسات دي. يعني الحاجه دي لا تدار حكوميا بشكل مباشر، لكن بتدار من خلال جمعيه. خلينا نقول ان هي تنظم من خلال الحكومه كتضامن اجتماعي، لكن بيضخ الاموال فيها من خلال الجمعيات الاهليه والمجتمع المدني. بالتاكيد يا فندم، عشان الخدمات توصل للي احنا مستهدفينهم. طب خليني اخد سمير. صباح الخير يا فندم، اتفضل. اتفضل يا فندم. والله يا استاذه منى، انا ليا، انا راجل طالع المعاش من 11 سنه او من 10 سنين. من 11 سنه طالع معاش. ليا تامينات في المنتزه اسكندريه، انا من القاهره من هنا. سالوا اخر موده متامن عليك في اسكندريه، لازم تصرف من اسكندريه حسب الماده 40 زي ما بيقولوا. دوخني بقالهم سنتين وشهرين، ورحت للوزيره غدا وقالي في على الكورنيش ورئيس القطاع في شارع الألفي. المهم انا يعني انا اتخرب بيه بالاخر يعني. يا ساتر يا رب، ليه بس؟ ليه بس؟ ما انا بقول لحضرتك مدوخني بجد لدرجه انا خدت ازاز بنزين كنت اولع في نفسي هناك. ثواني. طب استاذ حسين بس عايز يوجه لك اسئله. ثواني بالراحه، خليك معايا، اتفضل. فندم المشكله في انهي مكتب في مقر اقامتك؟ المشكله في مكتب المنتزه اسكندريه. منتزه، نعم.
طيب هاخد رقم تليفون حضرتك ان شاء الله من الاعداد وهتواصل مع حضرتك ان شاء الله بعد الحلقه. طيب ماشي تمام. اسمه ايه يا فندم؟ اسمه سمير. اسمك سمير معلش، اسمك الثلاثي لو سمحت يا فندم. سمير رزاق جرجس الخاء. نعم وهم عارفيني لدرجه يعني بقى سمير زكي جرجس صح كده؟ ايوه حاضر. ايوه حاضر. ثانيه واحده خليك معايا، في محتاج اي بيانات تانية؟ لا انا هتواصل مع الزميل. لا هتتواصل مع الزميل هناك؟ مع الزميل اللي هو بيقول لحضرتك هم هناك كلهم عارفينه. نشوف انا بس ليا طلب. نشوف رئيس مش عايزه اسبق والله في الاحداث بس انا يعني ممكن يحصل ان حضرتك تكلمهم هناك يقولوا لك لا ده هو عامل مشاكل ده هو بتاع يعني احيانا المسؤول لما بيكون عنده تقصير فلما بيجي حد اكبر منه كمسؤولية يسألوا انت ليه قصرت مع المواطن الفلاني ده بيحاول يعني الموضوع يطلع كما وانه المواطن هو الغلطان. بص يا فندم هو الاستحقاق ده له قواعد تانية تمام. من ضمنها مدد الاشتراك وتنوعها وضمها لبعضها لكن حتى لو هو تجاوز مع موظف او موظف تجاوز معاه ده شأن تاني لكن احنا بنتكلم على حقه بناء على المدد التأمينية اللي هو سددها. تمام انا بشكرك استاذ سمير. استاذ سمير طب ساب رقمه يا شباب؟ ساب رقمه حلو قوي خلاص بس هندي رقم استاذ حسين بعد الهوا نمره المتصل الكريم ان شاء الله. اشرف الشرقيه اتفضل يا استاذ اشرف. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير يا استاذ مني. صباح الفل يا فندم اتفضل. انا يا فندم انا اتشهد الاول اشهد ان لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. انا وصلت لحضرتك يا فندم. انا اقسم بالله يعني بنفتخر بحضرتك لان حضرتك بتوصلي صوت الناس اللي محتاجين فعلا يا فندم بجد. ربنا يكرمك. انا يا فندم كنت تفيدني انا واخواتي تمام وبعدين الاحداث اللي حصلت واحنا كنا كتير خدنا شهرنا في السفر يا فندم وفي الغربه. جينا هنا يا فندم وقدمنا الزكاه والكرامه وصوتنا ما وصلش. ثواني عشان انا مش سامعه كل كلامك. لحظه واحده. عباس والنبي علي الصوت وهستأذنك يا اشرف اتكلم بالراحه لان انا مش عارفه اميز كلامك قوي اتفضل. تمام. انا يا فندم دلوقتي مقدم في برنامج تكافل وكرامه مقدم في تكافل وكرامه حلو تمام وقدمت يا فندم اكتر من شك يا فندم في الوزاره. طيب. ورقي ما وصلش يا فندم وانا المسؤول على كلام الموظفين متقاعدين على الخدمه يا فندم. طيب قول لي بس قول لي. انا مقدم شكوى معايا رقم الشكوى في وزاره التعامل الاجتماعي معايا اكتر من شكوى. حاضر ولو انت مقدم حاضر ولو انت مقدم الشكوى وفي تقصير حصل مش هنسيبهم. انا بقول لك اهو انا وهنفضل ورا استاذ حسين يا فندم والموظفه موجوده وانا مقدم لها الورق. حاضر. بس اسمعني تكافل الكرامه بيتفق عليا. حاضر اسمعني بس انت مقدم ليه اصلا على تكافل الكرامه؟ يعني ايه ظروفك الاجتماعيه؟ ظروفي الاجتماعيه سلام يا فندم. انا راجل تمام متعلم ومعايا منه ولكن ظروف الشغل مفيش شغل يا فندم تمام وانا كنت مسافر يا فندم ولدي طفلين ومفيش دخل خالص. انا مفيش حلتي من الشقه اللي انا قاعد فيها. عندك كام سنه يا اشرف؟ انا عندي يا فندم 32 سنه. 32؟ تمام. طب انت 32 شاب يعني وعندك مهنه. تمام. انا مع حضرتك يا فندم. انا شاب ومع حضرتك يا فندم. مفيش يا فندم مفيش شغل يا فندم مفيش شغل. طب خليك معايا بس مش كافل وكرامه ولا لا خليك معايا ما بيوصلش للمحتاجين يا فندم. يا سيدي اصبر بس اصبر بالله استاذ حسين. الظروف دي لو احنا افترضنا ان مفيش موظفه قصرت ولا اخرت ورق ولا اي حاجه. لو الشاب ده جالك وقال لك انا ظروفي كذا وفعلا مش لاقي شغل ومش عارف يشتغل وبيصرف على اسره وهكذا يستحق الاندراج في هو طبعا الكرامة. لازم يبقى في دراسه في ايوه فندم لازم يبقى في دراسه للحاله. في بعض الحالات بيتضح ان هو كان سافر للخارج فبالتالي المفترض ان هو يكون حقق بعض الدخول في الفتره اللي هو سافرها للخارج فهو بيجي استحقاق تالي في من هم اهم منه في الاستحقاق في الفتره دي. في بعض الناس بتتضح ان هم عندهم ملكيات. الحقيقه وزاره التضامن الاجتماعي بتشتغل على قاعده بيانات بالتعاون مع اكثر من 7 وزارات فممكن حاجه من الاستعلامات ما جاتش في صف المواطن بالشكل اللي هو بيعرض بيه مشكلته لكن انا في كل الاحوال انا محتاج ان هو يتواصل معايا يديني هعمل كده انت معايا اشرف ولا قفلت اشرف معانا يا فندم حضرتك يديني طيب. الوحده ماشي. الاجتماعيه اللي اقدم حاضر. فيها واسمه ورقم تليفونه. طيب اشرف هتسيب رقمك. انت قول لي بس اسمك اشرف ايه بالكامل؟ اشرف جمال عبد العال محمد يا فندم.
اشرف جمال عبد العال. طيب يبقى انا يا شباب كده محتاجه اشرف جمال عبد العال ومحتاجه سمير زكي جرجس، الاثنين دول حد اسمائهم للاستاذ حسين عشان في حد تاني وعدته. اه وميرفت. وميرفت تمام. بص يا اشرف، استاذ جمال استاذ حسين عفوا، استاذ حسين هيشوف الحاله بتاعتك بنفسه. اوعدك انا هكلمه بنفسي يعني يومين كده ولا حاجه، اديله بس فرصه عشان بكره اجازه كل سنه وانت طيب ان شاء الله مثلا على يوم الاحد ولا حاجه لو لينا عمر هكلمه اقول له استاذ حسين عملنا ايه لو سمحت، يعني سواء انا او حد من زمايلي بس عشان الوعد يكون دقيق، يعني هنكلمه نقول له عملت ايه في حاله اشرف وسمير وميرفت. تمام، انا هكلم اشرف. تكلم اشرف، هديله النتيجه ان شاء الله. هتديله النتيجه خلاص. تمام يا اشرف. تمام يا اشرف، كلمة أخيرة من حضرتك. يعني أنا عايزة كلمة أخيرة يبقى فيها لو في خطة جديدة حاجة بتشتغلوا عليها تحب الناس تبقى عارفاها هي إيه، وعايزة حاجة متعلقة بالتنمية الفترة الجاية. أنا نفسي طبعا، أنا عارفة أن ده حلم كبير قوي محتاج أن كل مؤسسات الدولة تشتغل عليه ومحتاج ميزانيات ضخمة ولسه يمكن قدامنا شوية عشان نحقق ده، أن احنا من مساعدة العوز والناس اللي بتعاني العوز والمحتاجين جدا ننتقل لمرحلة التنمية بقى بنعمل أبجريد لحياتنا كلها، بس انا عارف ان ده محتاج وقت. اتفضل. طبعا احنا يعني تكافل كرامه من احد البرامج الكبيره المصنفه على مستوى العالم انها من افضل برامج الحمايه اللي هي خرجت في منطقه الشرق الاوسط والوطن العربي. الحقيقه اللي طالع من برامج التكافل وكرامه برامج كثيره جدا، منها ما يتعلق بحاله المسكن اللي بتقيم فيه الناس، برضو مشتق منه شغل مع قضية مهمة اللي هي قضية الأمية. احنا عندنا البيانات بتاعت الناس دول ومستهدفينهم ونقدر نوصل ليهم بآليات كتيرة جدا. يعني عندنا مشروعين مهمين جدا اللي هم سترة وتكافل وسكن كريم. سترة سريعا اللي هو ايه في ثواني؟ سترة ده يعني مبلغ كبير احد رجال الاعمال عنده مؤسسة خيرية وخصصه لصالح الفقراء اللي هم مشمولين بالبرنامج بتاعنا. مصر الخير تطوعت انها تكون الشريك الاساسي طبعا مع الاسكان ومع التنمية المحلية. محددين احنا البيوت دي فين، البيت بيزال تماما وبينشأ من جديد بشكل وبيتفرش فرش ملائم جدا. 10,000 مسكن المفترض ان هو متقدم. السنة اللي فاتت خلصنا 1,001 مسكن، السنة دي مستهدفين 1,000 مسكن. حاليا شغالين، ابتدينا في الصعيد اللي هي فيها نسبة الاحتياج اكتر لان حسب خريطة الفقر. انا بشكركم جزيل الشكر بكل القائمين على هذا العمل الانساني الهام جدا في وزارة التضامن الاجتماعي، وبشكر حضرتك جزيل الشكر على تشريفك لينا النهاردة ووعدتنا الاسماء اللي هتاخدها هتشتغل عليها بعد اذن حضرتك. ضروري يا فندم. الله يخليك، واحنا هنتابع مع حضرتك الاستاذ حسين الباز وكيل اول وزارة التضامن الاجتماعي. شكرا ليك يا فندم. شكرا. وكل سنة حضرتك طيب بالمولد النبوي الشريف. سلام يا فندم. شكرا جدا. كل سنه وحضراتكم طيبين. غدا باذن الله تهل ذكرى، او هو يوم الجمعه يعني، لكن احنا غدا ان شاء الله الاجازه الرسميه التي قررتها الدوله احتفالا بمولد اشرف الخلق. اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي اذا ما عدنا الى سيرته الطيبه العطره واذا ما بحثنا في كل مواقفه وفي كل الصور الجميله التي تجسدت في معاملاته مع كل خلق الله، مع كل خلق الله من إنسان وحيوان ونبات، نعلم حقيقة الدين الإسلامي الحنيف. صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي ويا قائدي ويا معلمي ويا حبيبي ويا شفيعي بإذن الله محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. روحك بإيدي قلت له أمرك يا سيدي، أمرك يا سيدي، جاء وعرفني طريق مسكتك والفودة والطرق مشيت خطوتي، جاء وعرفني طريق. Thank you.
Yeah.